أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. النهاردة نحن على موعد مع 10 متسابقين جدد، المجموعة الرابعة. قبل كده كان عندنا 3 مجموعات ب30 متسابق، طلع منهم 9 بواقع 3 من كل مجموعة، وفقا لتصويت اللجنة اللي هنا وأيضا تصويت حضراتكم. النهاردة المجموعة الرابعة المكونة أيضا من 10 متسابقين. بذكركم إن إحنا كان عندنا 2000 متسابق تم تصفيتهم من خلال لجنة محترمة من قناتنا الجميلة إلى 60 متسابق. بناخد كل يوم 14 متسابقين. بعد الست مجموعات ما يكتملوا هيبقى عندنا 3 × 6 ب18 متسابق، هنبتدي في تصفيتهم تباعا. والقناة هنا وعدت إن هي هتستعين بعدد ليس بالقليل، ربما حد يتعين بشكل نهائي وربما يستعان بآخرين بالقطعة، لكن هيبقى لشبابنا المصري الجميل دور كبير إن شاء الله معانا هنا، ينضموا لمعلقينا طبعا الكبار اللي موجودين في هذه القناة. عايز أذكركم طبعا أنه 60% من الدرجة بتبقى من خلال اللجنة الموقرة اللي موجودة في الاستوديو، 40% من خلال تصويت حضراتكم. أذكركم بأرقام التصويت اللي تبدأ من النهاردة وتنتهي قبل حلقة يوم الأربعاء القادم. إذا كنت بتتصل من أي موبايل فبتتصل على رقم 2600، تتصل من موبايل على 2600 أو تبعت رسالة SMS من خلال موبايلك على نفس الرقم 2600. إذا كنت هتتصل من رقم أرضي هتطلب 0900 900 900. إذا كنت هتتصل من خارج جمهورية مصر العربية عندنا رقم دولي للي عايز يصوت من خارج بلدنا الجميلة، الرقم هو 00-88-216-10-18-60. ده إذا كنت هتتصل من خارج جمهورية مصر العربية. نتمنى إن شاء الله للعشر متسابقين بتوع النهاردة كل توفيق. لجنتنا النهاردة اللي هتصوت ب60% من درجة المتسابق سعدنا طبعا ويشرفنا أستاذنا الكبير كابتن حسن مستكاوي. مساء الأنوار يا أستاذ حسن. مساء الأنوار يا كابتن. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا كابتن. والعميد الكبير واللاعب القدير طبعا الكابتن أحمد حسن. مساء الأنوار يا أبو كبات. يا كابتن مدحت مساء الأنوار عليك وسهل. وسعيد طبعا أن أنا موجود النهاردة في اختيار طبعا المعلقين، وإن شاء الله يكون يعني يجي لنا ويطلع لنا معلقين مميزين ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ومعلقنا الكبير الكابتن محمد الكواليني. مساء النور يا ابو كبات. مساء الفل يا كابتن. سعيد جدا بوجودي معاكم على ساتزه. انا اسعد والله. ربنا يخليك. يعني دردشه كده سريعه كالعاده قبل ما نخش في المعلقين اصدقائنا الاعزاء، يعني كابتن احمد انت ما بتسمع معلق ايه اكتر حاجه؟ ايوه اعدل كده الجاكيته وظبط امورك. ما هو عميد بقى لازم يطلع في اجمل صوره. عشان معاك بس يا كابتن. لا لا انت طول عمرك النواره الكبير. ربنا يخليك يا كابتن. ايه اكتر حاجه بتحبها في المعلق؟ والله طبعا يعني اكتر حاجه بحبها اكيد كلنا بنشوف ان لما بيبقى فيه لزمات كده معينه يعني اكتر حاجه لما بيكون مركز في الماتش وبيبقى عنده رؤيه فنيه جيده، كل الحاجات دي طبعا حاجات بتبقى مميزات، وكل واحد بيبقى ليه الطابع الخاص والنكهه الخاصه بتاعته بالطريقه بتاعته المختلفه، ولكن دايما بيعجبني في المعلق ان هو يبقى مركز في الماتش زي اللعيب زي زي الحكم زيه زي المدير الفني، ان هو تركيزه في المباراة تركيزه في الأمور الفنية، وكل واحد بقى بيبقى ليه الطابع الخاص بتاعه. يعني لازمة حضرتك كابتن محمد الكوي نفس الحكاية أيام الكابتن مثلا ميم الشربين زمان يعني كروان. كان بالظبط كان ليه برضه لزماته المستديرة بالظبط يعني طبعًا. إنما في النهاية يبقى طبعا ليه الحاجات الخاصة بتاعته، ولكن يبقى إنه راجل تركيزه بيبقى موجود في الملعب، ده اللي بيستمتع بيه الـ 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 المشاهد أكتر منه اني ممكن واحد تلاقيه بيتكلم في حته تانية في نواحي تانية، بس طبعا لما كل واحد بيبقى ليه طبعا الشكل والاداء بتاعه،
وعندنا ما شاء الله يعني معلقين كيف بنستمتع بيهم وعلى صوم طبعا يا كابتن متحف. لا الله يخليك. طيب يعني استاذ حسن قبل ما اروح للكابتن الكواليني، هل بتحب وانت بتسمع المعلق، هم العشرة دلوقتي بيسمعونا، هل تحب تسمع احصائيات وارقام وكذا، ولا تحب زي ما قال الكابتن احمد يعني يبقى تركيزك في المباراه فقط غير وجهه نظر؟ لا لا بص، المعلق هو يعني لما يمكن الكابتن شربيني كان نجح في كاس العالم 86 لانه كان بيقول بعض المعلومات من الملعب من المدرجات وبيقولها بتلقائيه يعني من الملعب احيانا من الملعب وبعض المعلومات يعني والمعلومات زمان كانت الارقام والاحصائيات، بس دلوقتي اي حد بيتفرج على التلفزيون عارف المعلومات وعارف مين لعب مع مين وكم مره والحاجات دي، لكن في معلومات جديده يعني مثلا يعني حارس مرمى سويسرا كان بيتدرب طول عمره مع المنتخب بتاعه بنظارات سوداء. انا قعدت ادور ليه بيتمرنوا بنظارات سوداء ودي معلومه. فانا احب معلق يبقى بيتابع ده ويقول. طب قول للناس ليه بقى؟ ليه سويسري؟ عشان النظاره دي عباره عن لها تاثير على حركه الكوره غير الحركة الحقيقية. دي نظارة خاصة. نظارة خاصة للمنتخب السويسري بيتمرنوا بيها كلهم بما فيهم حارس المرمى الرائع جدا اللي تصدى ضربات جزاء. انا اقصد يعني عايز اوصل للناس ان دي شكل من اشكال المعلومات. الساعة بتاعت ساوث جيت، الساعة دي فيها كل المعلومات الخاصة بفرقته. الجري، التمريرات الصحيحة، الاستحواذ، كل حاجة اللي في المعلومات، حاجة غريبة جدا. يعني دي شكل من أشكال المعلومات. إنما طبعا الصوت مهم، تغيير الإيقاع مهم، المصطلحات والتعبيرات الجديدة مهمة. يعني ممكن حد يقول تعبيرات وتلاقيها بتتقال من 10 أو 20 سنة، دي مش جديدة. أنا أحب دايما المعلق يبقى مبتكر في تعبيراته ويبقى كمان تلقائي في الإفهات بتاعته. يعني أنا مش عايز أشاور عليك علشان يعني إيه إحنا قاعدين في برنامج بتاعك فيقولك ده بيجامل مدحت شلبي، إنما أنت من ضمن الحاجات الحلوة اللي عندك إنك أنت الإفهات بتاعتك بتبقى تلقائية. في معلقين وإحنا عارفين كويس قوي بيخش الاستوديو على المباراة وهو محضر الإفلاهات كاتبها يعني زي الأقوال المأسورة كده. فلا، الحاجة التلقائية الصادقة بتوصل للناس بسرعة. حاجات كثيرة دي مهمة جدا في التعليق يعني. ممتاز. يمكن الكابتن الكواليني تتفق معايا يا كابتن أحمد أنه له طعم لوحده. يعني تشعر أنه له طعم كده خاص. بتعتمد على تنويع صوتك؟ أنا بحس وأنت بتعلق، هل ده صوتك الطبيعي ولا أنت بتحب تديله باورفول زياده، بتضخمه زياده، ليك جمل بتقطعها بطريقه لذيذه جدا؟ عملوها تاني. عملوها تاني من الدور التحضير. عايزه تتلحن يا جميل. قول لي. تلقائيه. انا طبعا طبيعتي بعيش جو الماتش. يعني انا لو حضرتك بتشوفني في التعليق تلاقيني في كابينه طبعا تلاقيني بتحرك وبلعب مع اللعيبه وبطلع من الكابينه كاني كنت بلعب كوره عرقان. يعني جسمي كله ميه والله. يعني بتنفعل وحاجات كده. بنفعل وممكن اقوم واقف دايما، اكون واقف تعبت من واقف اقعد على الكرسي. ممكن زهقت من تاخد الميكروفون في ايدك. ممكن زهقت اقعد على الارض يا راجل. انت بتعلق؟ والله انا في ماتش الاهلي وسيو سبورتي في 2014 لقيت نفسي مش قادر، تعبان وعايز اقف، قمت وقفت ورفعت طلعت الكرسي من بره الكابينه. وجيت بعد كده نفسي تعبت وفضل دقيقه ونص والماتش يخلص والاهلي يخسر البطوله. فلقيت نفسي عايز اقعد مش قادر اقف، فقدت توازن. طب وشفت المونيتور ازاي؟ قعدت على الارض. والمونيتور شايفه قدامك. شايفه قدامك. وقعد على الارض. وقعد على الارض. والتفاعل بقى انت دي طبيعتي ان انا بعيش جو الماتش والتلقائيه. يعني حتى عملوها تاني دي انا كنت قلتها في ماتش كده عادي. قولها لي كده. قلتها عادي جدا. فلقيت الناس قولها لي بطريقتك. وعملوها تاني وسجلوا الهدف التاني. يعني جميله جدا. يعني انت فكرتني بحاجه تتلحن. فكرتني بحاجه حصلت استاذ حسن يمكن يكون متابع هذا التاريخ. يعني لما كان في الامارات كان في دوره، انا مش فاكر، اعتقد كان كرول هو المدير الفني. انا مش فاكر قوي اللي هي ضرب فيها الطلقه دي الصاروخ دي اللي هي الشمروخ النار دي. فاكر الماتش ده؟ ايوه
كان فاكر يا كابتن احمد؟ انا لو كل اكيد كنت موجود معاه. بيتهيألي اليوم اللي جت من المدرج الدرجه الثالثه ضربه جت في ودن حد من اصدقائنا في الامارات من الشخصيات. ما هو يعني غالبا ده كان سنه 97 اعتقد كده. كان 97 كان قبل كاس امم 98 انا حاجه يعني كده بالظبط. فانا انت فكرت بحكايه تقعد دي، انا كنت بعلق على الدوره كلها في الامارات. فانا قاعد كده في امان الله والماتش شغال زي الفل، وبعدين لقيت حاجه يعني حاجه حريقه خد بالك، طلقه كده جايه منوره بتاع ده شمول. نار وجايه من الدرجه الثالثه، وانا فوق، انا فوق الماسوره. كان الكابتن سمير زي الله يرحمه رئيس الاتحاد وكان الكابتن حرب نائب رئيس الاتحاد وقاعدين تحتيه شايفهم كده. انا شايف بتاع جايه في وشي انا من بعيد اقسم بالله. قمت فكرت، قمت نازل على الارض وماسك الميكروفون باصص للمونيتور كده من تحت، قلت والمباراه جميله. انا مش عايز اخد الناس اللي بتتفرج، لان الناس اللي بتتفرج لو تشوف المنظر ده هتتخض في مصر بقى والدنيا كلها. او اللي هو حرب كان رئيس اتحاد، انا اسف. ايوه انا كنت لسه هقول لك ان كان العكس فعلا، كان اللي هو حرب هو رئيس اتحاد وكان كابتن سمير هو النائب بالظبط. اه لانه كابتن حرب عمره ما كان نائب كابتن سمير، كان العكس. دي حقيقه يعني. صح صح برافو. فنزلت على الارض وبتاع وحبيت اطمن الناس، وبعدين بعد ما حسيت ان الدنيا طلعت لقيت حد يا عيني بيشيلوه بتاع جت في ودنه وعملوا له عمليه. فاكر انت؟ ايوه طبعا طبعا. ده مناسبه الارض يعني. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا عندنا المتسابق الاول معانا صديقنا من فلسطين وبنسعد بيهم جدا جدا جدا، محمد محيي الدين. الاسم محمد محيي الدين يوسف العرمي من فلسطين غزه، السن 31 سنه، خريج دبلوم تربية رياضية. علاقتي بكرة القدم بدأت منذ الصغر، يعني كنت ألعب الكرة في الحي مع الأطفال، وعلاقتي بالكرة العالمية بدأت من عمري وأنا 8 سنوات مونديال فرنسا 98. علاقتي في التعليق الرياضي بدأت منذ 4 سنوات، يعني كنت بعلق في المنزل في البيت على بعض المقاطع الصغيرة، وهذه أول فرصة حقيقية تحصل عليها عبر قنوات أون تايم سبورتس، وإن شاء الله تكون فرصة جيدة وأقدم المستوى المطلوب بإذن الله. صوتوا لي على رقم 30. اهلا وسهلا يا محمد. اهلا بيك يا كابتن. قول لي بقى، انت عايش في مصر ولا جاي مخصوص من غزه؟ جاي مخصوص من غزه. يا جمالك يا جمالك. وانا كان معانا الاسبوع اللي فات اعتقد الاستاذ الكابتن هشام العمري، صح اسمه كده؟ هشام معمر. هشام معمر. هشام معمر. صحيح. مفيش احلى من الرز المعمر كمان. مفيش احلى منه ابدا. لا طبعا انت عارف هشام. ها اكيد طبعا. حاجه جميله جدا وصوته جميل، وكابتن حسن مستكاوي سقف له وكلنا سقفنا له يوميها. قال لنا ان هو دخل مسابقات وكذا وكذا. انت ما دخلتش حاجه قبل كده يا محمد؟ لا والله، هذه اول فرصه، وان شاء الله أنا تكون فرصه تعطيني الدافع الاول، وان شاء الله تفتح الافاق امامي في المستقبل. يا رب يخليك ويوفقك ان شاء الله. يلا متعنا يا محمد. ان شاء الله. تفضل. شكرا للكابتن مدحت شلبي ولضيوفه الكباتن الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين متابعين الاعزاء في كل مكان، متابعي قنوات اون تايم سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من هنا من استاد الكلية الحربية بالغارة، حيث اللقاء المرتقب والكبير والذي يجمع ما بين الزمالك والمقاولون العرب في الإطار الأسبوع الأول للدوري المصري ممتاز لكرة القدم. تأتي صافرة البداية، المقاولون يلعب على يمين المشاهدين والزمالك يلعب على اليسار، كرة أمامية تصل من الجانب الأيسر لمصلحة المقاولون، خطيرة وصلت داخل منطقة الجزاء والتصدي، والكرة تصل سهلة إلى حارس المرمى محمد أبو جبل. هنا ركنية لمصلحة الزمالك تلعب داخل منطقة الجزاء، الرأسية تعود عن طريق شيكابالا بالكعب، وصلت إلى زيزو، زيزو عرضية رأسية والمتابعة، أوه نيران صديقة، يأتي الهدف الأول للزمالك عن طريق المدافع المقاولون خالد الحسين، يمنح الأسبقية هنا لإعادة، والعرضية من زيزو والرأسية من فرجاني ساسي والمتابعة من محمود علاء، ثم الكرة تصطدم بالخطأ بخالد الحسين، لتقدم الزمالك إذن بأولى أهداف هذه المباراة عند الدقيقة 27 من هذه المباراة. تقدم زمالك أول
بأهداف بنيران صديقة عن طريق خالد الحسيني. يا سلام على كرة جميلة، لمسة أكثر من رائعة من شيكابالا. هنا المرور وهنا الاستخلاص، وهنا طبعا الاعتراض من قبل الكابتن شيكابالا على الحكم المساعد. وهنا بوتشيك، وهنا محاولة لمصلحة المقاولون. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لإبعاد من محمود عبد الغني. الكرة لا تزال خطيرة، والمطالبة بركلة الجزاء، المطالبة من قبل لاعبي المقاولون. هنا سيف الدين الجزيري بالرقم 30 يطالب بركلة الجزاء. هنا الإعادة من زاوية أخرى، الإبعاد كان من محمود عبد الغني، ثم الكرة عادت داخل منطقة الجزاء، ثم الإبعاد يأتي من محمود بانتظار القرار من قبل الفار. هل هنالك ركلة الجزاء؟ الإشارة من متابعة اللعب من قبل حكم اللقاء جهاد قريشة. محاولة مصلحة المقاولون من الجانب الأيسر، عرضية والرأسية تمر محاذية للقائم الأيمن لمحمود حارس المرمى لنادي الزمالك محمد أبو جبل. ركلة مرمى المقاولون يريد أن يعود بالنتيجة من جديد. وهنا مشاهدين الكرام في كل مكان يطلق حكم اللقاء جهاد قريشة صافرة النهاية بانتصار الزمالك بهدف دون رد عن طريق محمد الحسيني بنيران صديقة. تقبلوا خالص تحياتي، محمد محي الدين محدثكم من خلف الميكروفون. انتقل الآن بالصوت والصورة للكابتن مدحت شلبي ولضيوفه الكرام، تفضل إليك الكلمة. شكرا يا محمد، الله عليك. أستاذ حسن، إيقاع كويس طبعا، ماشي مع المباراة يعني. ما نبصش ان هو بيبص في الورقة، لان ده طبعا يعني حالة خاصة يعني. عادة المعلقين مش بيتصوروا ساعة المباراة، بنبقى براحتنا، فبيبقوا يعني قاعدين براحتهم بيشوفوا الاسماء ويراجعوها. صحيح، ما بنطلبش طبعا يعني يبقى حافظ كل الاسماء كأنه لسه بيبتدي ما عندوش الخبرة، لكن اكيد لما يعلق كتير هيبقى حافظ تقريبا كل اسماء اللعيبه. ايقاع كويس، صوته يعني مميز طبعا مختلف، انما مش صوت ضخم من الاصوات اللي تبقى ماليه قوي، مش صوت قوي يعني. شوف بقى طبعا عشان الكواليني معلق وصوته وصوته قوي، فبيصلح لي جميل التعبير يعني. لكن ان شاء الله باذن الله يبقى موفق يعني ان شاء الله. كابتن احمد، يعني انا شايف الاداء اداء جيد مش وحش طبعا، بس زي ما قال الاستاذ حسن يمكن هو بيبقى قاعد كمان، اللقطات بتتغير بسرعه، فممكن بالزبط. بيبقى عايز يعلق على حاجه معينه فتتغير له لقطه جديده، فطبيعي الماتش مش ماشي وتيره واحده. انما اداء مش وحش طبعا، ما نقدرش نحكم بنسبه كبيره، لاني لما بيكون قاعد قدامه المباراة كاملة، عنده فرصة أكبر طبعا. بالظبط. إنما الأداء مش 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 وحش طبعا. مهم إنه بيكتسب خبرات، أكيد النهاردة بيبقى قاعد شوية قلقان، إنما صحيح في حد يعني يعني إلى حد ما طبعا أنا شايف إن أداؤه جيد مش وحش. كابتن كوالين، طبعا انا شايف ان بدايته بدايه كويسه جدا جدا، ما عندوش تجارب قبل كده، اول مره يقعد قدام تلفزيون وقدام كاميرا، فاكيد في توتر في قلق، ولكن المجمل لا، مسيطر على مجريات الامور، ليه شخصيته الى حد ما في التعليق، وينقص بس ان هو يكون الصوت بتاعه يكون قوي، ورتم الصوت بتاعه يعلى مع المباراه. يعني لما تكون الكره قريبه من خط المرمى او في هجمه او في هدف لازم يكون الصوت اعلى من كده اقوى من كده. ممتاز. ولكن كخامه خامه جيده. درجات استاذ حسن؟ 6.5. 6.5. كابتن احمد؟ ماشي 6.5 زي حسن. 6.5. كابتن كاولين 7. انت رقم 30 يا محمد؟ صحيح. انا هديك 7. بس لحظه بسيطه، اتفضل. انا جيت الاسبوع الاسبوع الماضي وكان معي نزله برد، فالصوت كان متاثر شويه. كان عندك ايه يا محمد؟ نزله برد. برد برد. سلامتك يا حبيبي، الف سلام عليك يا زلمه. انت زي الفل وما شاء الله عليك وربنا يكرمك. عشان هيك الصوت كان ضعيف شويه. لا جميل يا محمد طبعا، عشان البرد كانت ما تنفع اغير الدرجه. لا خلاص اتسجل. لا انا 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 عجبني ذكائه في حاجه، هو انا سالته دلوقتي هو رقم كام، قال لي رقم 30. هو ما قالش في الماتش كله اي رقم الا رقم سيف الدين الجزيري 30، وهو قاله
رقم صح كده يا محمد؟ صحيح. فانا هديك نص كمان زياده يبقى 7.5. شرفت يا محمد، شرفت يا حبيبي، بالتوفيق كرك يا حبيبي. شكرا شكرا. المتسابق القادم محمود محمد الشاذلي. محمود الشاذلي 24 سنه من المنوفيه، خريج تجاره انجليزي. هو انا بتفرج على كوره من صغري، يعني تقريبا من وانا عندي 9 و10 سنين كنت بتفرج على كوره، فمن هنا جه حبي للكوره وبقيت اتفرج على كوره سواء محليا او عالميا، يعني بقيت اتفرج على كوره بشكل كبير جدا، فمن هنا جه حبي للكوره. يعني شاركت قبل كده في اكتر من مسابقه على مستوى الوطن العربي، وصلت فيهم لمراحل كويسه، فشفت قناه اون تايم سبورتس عامله مسابقه كويسه، فحبيت ان انا اشارك فيها. يعني ان شاء الله صوتولي على رقم 27. منور يا محمود، ربنا يخليك يا كابتن مدحت، ده نورك. الله يخليك يا حبيبي. قول لي انت منين، منين قلت؟ انا من المنوفيه. من المنوفيه، يا سلام، دي بلد جميله. بلد جميله. انت بتقول بتهتم بالكره المحليه والعالميه، صح كده انت قلت؟ محليا وعالميا. محليا وعالميا. بتابع كره دلوقتي زي زمان يعني؟ بس بتابع محليا بشكل كويس يعني. وعالميا ما بتتابعش دلوقتي خلاص؟ عالميا قليت، بس بتابع طبعا. طب مين هداف الدوري الانجليزي اخر موسم؟ هاري كين. يا ولد يا لعيب. واللي بعده؟ اللي بعده ازاي يعني؟ مين التاني هداف؟ اللي قبله. ماشي. محمد صلاح. ايوه، انا لو مكانك كنت اقول الهداف هو محمد صلاح. لا طبعا. يلا سمعنا صوتك الحلو ده، اتفضل. تمام، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا، متابعينا، عشاق الساحرة المستديرة، عشاق الدوري المصري في كل مكان أينما كنتم عبر قنوات أون تايم سبورتس، أهلا ومرحبا بكم من هنا من ملعب الإسكندرية، حيث القمة المرتقبة والمنتظرة، مباراة في غاية الأهمية تجمع ما بين أسوان وفريق المصري البورسعيدي ضمن الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز. مواجهة من على الخطوط بين علي ماهر والكابتن علاء عبد العال. أمام الكرة ملعوبة على نص الملعب، يقطع على طول عمر كمال عبد الواحد، يرجع لورا يلعبها مره ثانيه على نص الملعب، انطلاقه لمصلحه النادي اسوان، تتلعب الكره جوه منطقه الجزاء. يا ولد، جول محمد اسامه. محمد اسامه يسجل اول اهداف المباراه. ادي امامنا الكره وادي امامنا اللعبه، اتلعبت على طول بينيه جميله، ويستلم محمد اسامه ويسجل اول اهداف اللقاء. اللعبه والاسيست من سلم ومنساه، لعبها على طول لمحمد اسامه اللي يرفض الاحتفال ويسجل اول اهداف المباراه. مباراه ان شاء الله نتمناها مليئه بالاثاره والنديه والمتعه الكرويه. تتلعب الكره على طول، هجمه على طول لمصلحه النادي المصري، لكن تطول، يرجع مرة تانية محمد عنتر، ولكن تطلع الكرة الى ضربة مرمى. طولت الكرة من محمد عنتر وطلعت الى ضربة مرمى لمصلحة فريق المصري البورسعيدي. مباراة قوية جدا، مرتقبة جدا، يتقدم فيها اسوان في النتيجة الان. ادي امامنا الكرة وادي امامنا الاستلام، طولت من جانب محمد عنتر وطلعت على طول وفقد توازنه الى ضربة مرمى. اوستن اموتو يستمد التعليمات من المدير الفني الكابتن علي ماهر، تتلعب الكرة على طول لمصلحة عمر كمال عبد الواحد، يلعبها الرفعت، رفعت يعرض جوه منطقه الجزاء الراسيه، يطلع الدفاع مره ثانيه، عمر كمال العرضيه، جول اوستن اموتو يسجل هدف التعادل لمصلحه فريق النادي المصري. ادي امامنا الكوره وادي امامنا اللعبه عن طريق اوستن اموتو، واسيست ولا اروع من جانب عمر كمال عبد الواحد اللي بيعمل الاسيست ويسجل النادي المصري هدف التعادل. ادي امامنا الكره وادي امامنا بالقدم اليسرى وراسيه امامنا من جانب اوستن اموتو لتعلن عن هدف التعادل لمصلحه فريق النادي المصري البورسعيدي. تعادل ما بين الفريقين حتى الان، تتلعب الكره على طول، هجمه مرتده خطيره لمصلحه فريق المصري، انطلاقه من احمد رفعت، يدخل احمد رفعت جوه منطقه الجزاء، كره خطيره 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 مش ممكن، عمر رضوان يقفل مرمى بشكل كويس جدا. ادي امامنا الكره وادي امامنا الانطلاقه، فريد شوقي طلع على طول احمد رفعت اللي عدى بشكل كويس جدا، زاد في السرعه ودخل جوه منطقه الجزاء وسدد الكره بيساره، ولكن الحارس على طول ينقذ الموقف ويطلع ويقفل مرمى. الان وصلنا الى نهايه احداث اللقاء بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين. المصري يزيد من رصيده نقطه واحده، وفريق اسوان يزيد من رصيده ايضا نقطه واحده. الان
العودة إلى الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن الكبير مدحت شلبي وضيوفه الكرام. جميل يا محمود، جميل. كابتن كواليني. محمود كويس مش وحش، يعني واضح ان هو مش عارف معظم اللعيب الفرقتين. قال حاجة ان هو لما سجل لاعب اسوان سجل هدف قال لك يرفض احتفال، المفروض يبين لي رفض الاحتفال ليه عشان ايه. تفاعله مع الهجمات ومع الهدف تفاعل شكل جيد، ولكن برضو محتاج ان هو يكون صوته اقوى من كده. حاسس برضو ان هو، انا عجبني كمان قعدته على الكرسي بتاع كابتن التعليق، واضح ان هو يعني واثق من نفسه قوي. فدي عجباني قوي في قعدته، بس شايف ان هو، بس قعدته مش هتطلع للناس. لا انا شايفه كما قال لك ان هو يعني ايه، ان هو يعني واثق من نفسه قوي. تمام، بس انا شايف ان هو محتاج ان هو يدوس على نفسه اكتر. كابتن احمد. هو طبعا كويس بس ريتمه سريع شويه، محتاج يكون تركيزه اكتر من كده شويه، لان هو حتى لما كابتن كواليني اتكلم على نقطه، طبعا قال لك اللاعب رفض يحتفل ليه، هو نفس الحكايه كمان، هو قال لك القمه المنتظره هي مش مباراه القمه، لان لازم برضه انت لما بتوصل معلومه حتى لو انت دلوقتي طالع في اختبار وكده، لازم تكون في منطقيه في الـ في الـ يعني قمه اهلي وزمالك او اول وتاني، المباراه المنتظره بالظبط. يعني تمام. فلا بس هو قال القمه ايوه، هو قال القمه المرتقبه، هو قال فعلا كده مظبوط. محتاج يتم يتغير شويه، ان هو هتحس انه يتم واحد. انا بحاول اجتهد انا كمان يعني. لا كويس. لا ما انت في النهايه انت بتتذوق يعني بالظبط. انما طبعا يعني مش اداؤه جيد، بس محتاج ان تغيير يتم شويه، يعني جميل. امتى يطلع مع الهجمه، امتى ينزل، لانه واضح ان هو يتم واحد فقط لغير. واحد استاذ حاتم. كواليني قال حاجه مهمه جدا، انه واثق من نفسه. هو فعلا واثق من نفسه، واثق من نفسه جدا يعني. يعني كويس ان هو قال في هدف اسوان هدف من تمريره من منساه، وانا كنت خايف ينساه يعني. يعني مهم قوي من المعلق انه يدي لصاحب الاسيست برضه يعني حقه، علشان نعلم الناس والناس تتعود ان الحكايه مش الهداف بس هو النجم، صح، البلاي ميكر، التمريره، الاسيست. فكويس ان المعلق يعمل ده. انا عارف ان احيانا المعلق لازم سرعه البديهه تبقى عنده موجوده، زي الحركه اللي عملها السمر سولد اللي عمله أوستن أموتو لما جاب الهدف. يعني انا كنت اتمنى ده اللي هو يعني اللفه في الهواء يعني. نعم. انا كنت اتمنى ان محمود يعلق على الحركه دي. أوكي. يقول لو عجبته الحركه حلوه، عايزه لياقه، عايزه رشاقه. او يحذره احسن، دي حركه خطيره ممكن تاذيه يعني. بالزبط. يعني يبقى ما يعملش الحركه دي ويبقى مرض، باعتبار انها اول مره يشوفها واول مره هو بيعلق. بالزبط. انا بتكلم على ده يعني كأول، لكن لا باس به طبعا كبدايه. جميل. الدرجه يا استاذ حسن. طبعا برضو ستة. كابتن كواليني. ستة ونص. كابتن احمد. ستة ونص. وانا برضو هدي لك 6.5. بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. شكرا. ان شاء الله. اشكرك، شكرا جزيلا. محمد السيد اسماعيل، 25 سنة، من الزقازيق. انا الوظيفة شغال حاليا كاشير في مطعم وكافيه. علاقتي بالكرة طبعا زي اي واحد مصري بيشجع كرة القدم الجميلة. كرة القدم هي بالنسبة لنا الحاجة اللي بتفرحنا دايما، الحاجة اللي بتنسينا مثلا شوية الهموم اللي عندنا. وعلى رأي طبعا مراتي بتفضل دايما تقولي كرة القدم هي مراتك التانية يعني. والله انا حابب مجال التعليق، وحابب ان انا اكون احد طبعا المعلقين في قنوات اون تايم. وان شاء الله يعني الحلم يتحقق يعني. صوتولي على رقم 34. منور يا محمد. نورك والله يا كابتن. اتدربت بقى اليومين اللي فاتوا قبل ما تيجي النهارده؟ اكيد طبعا يا كابتن. والله كل يوم بدندن مع نفسي. بتدندن؟ الله، ما هي فعلا التعليق ده نغم، المفروض ان هو نغم يعني. اكيد طبعا. طب يلا بقى يعني اطربنا من نغماتك. ها قبل ما نبدا يا كابتن، قولي حبيبي اتفضل. يعني اهل قريتي كلهم بيحبوك وبعتين لك السلام. حياتي. وخاصه واحد صاحبي اسمه محمد علاء بعت لك السلام قوي قوي قوي.
سلم لي عليه وعلى كل القريه يا حبيبي، ربنا يخليك. يلا اطربنا اطربنا ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان عبر قنوات تون تايم سبورتس. محمد السيد اسماعيل ينقل لكم احداث هذه المباراه المنتظره ما بين طلائع الجيش وفريق سيراميكا كليوباترا. ادي الكره البدايه الخطيره، وادي العرضيه الاستلام الخطيره، ادي التسديده، جول جول عن طريق من؟ احمد ياسر ريان الذي يسجل الهدف رقم 12 في هذا الدوري ويتساوى مع بن شرقي هداف الدوري اللاعب نادي الزمالك. ادي شوف الكوره والدوران والجمال، يا سلام على الروعه، يا سلام على المهاره. هدف يذكرني طبعا بهدف النجم الكبير عماد متعب في مرمى نادي الاتحاد الليبي وقتها في كام عام 2010. ادي شوف اللعبه والاحتفال الرائع عن طريق مبابي. ادي الكوره مره ثانيه لفريق طلائع الجيش من ناحيه الشمال، ممكن العرضيه، المرور، يا سلام التسديده، والتألق من الحارس، التألق من الحارس عامر عامر. ما زالت المباراة مشتعلة. شوف الكرة من ناحية الشمال، هذه الكرة والمرور الجميل والتسديدة الروعة، ولكن الحارس يتصدى ليها، الحارس عامر عامر بامتياز. الكرة للركنية مرة تانية للمشاهدين الكرام، خطيرة، ممكن الهدف الثاني، ممكن الثاني. ضاعت الكرة، ضاعت الكرة. شوف محمد إبراهيم بيقدم وجبات لفريق طبعا سيراميكا كليوباترا، ولكن الفريق سيراميكا المهاجمين يديروا هذه الكرة. هذه الكرة للركنية، العرضية الخطيرة الرأسية، ولكن الدفاع يخرج الكرة مرة تانية، ترجع لفريق طلائع الجيش. طبعا طلائع الجيش خسر المباراة الأولى في الدور الأول 2-1، ولكن هنا الكرة المرتدة 1-2. هذه يا سلام، يا جماله يا جماله، ممكن فرصة هدف تاني، خطيرة خطيرة، جول 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 جول. مش معقول مش معقول على فريق سيراميكا كليوباترا. هل سيندم فريق سيراميكا كليوباترا على ما يهدره من فرص خطيرة وفرص محققة للأهداف؟ ولكن الكرة مرت سلامات على فريق طلائع الجيش. هذه الكرة العرض الخطيرة والدفاع خارج الكرة، ما زال فريق طلائع الجيش يبحث عن هدف تعادل، وهنا ضربة الجزاء، ولكن حكم ما عملش حاجة، والتعادل جول جول. هدف في الدقيقة 82 عن طريق ناصر منسي. منسي لم ينسى ما حدث في الدور الأول ويسجل هدف التعادل. طلائع الجيش لا يريد أن يخسر مرتين من فريق لسه صاعد في هذه المباراة. شوف الكرة والكرة العودة والدفاع واللخبطة، وما زالت الكرة، وناصر منسي يسجل هدف التعادل، هدف غالي وثمين لفريق طلائع الجيش، وهدف التعادل. بهكذا يصل فريق طلائع الجيش للنقطة رقم 31، وفريق سيراميكا يصل للنقطة رقم 32 في المركز التاسع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نوصل لنا يا كابتن مدحت شلبي، تفضل لك الكلمة. جميل يا محمد جميل. استاذ حسن، هو عجبني، عنده شخصيه، بانت اول حاجه ان هو بيبلغك بالسلام بتاع القريه. كويس. بس على الهواء لو في باتش مش هيعمل كده. سلام طبعا. امانه. لا طبعا انا فاهم انا فاهم. لا بس هو يعني داخل مسابقه ومفروض يبقى متوتر، والمفروض ينسى حكايه السلام دي يعني، ما لكن قالها قالها، لان هو قال لهم انا هقول له. وعجبني ان هو قال لهم انا هقول له وقال لك يعني معلش. ده نمره واحد. نمره اتنين، ايقاعه كويس. واحد شويه ما بيغيرش الايقاع، الصوت لازم تحاول تلعب فيه انت يعني عشان يعني تنغم وتدندن بقى زي ما انت قلت في البدايه. هدف احمد ياسر ريان كويس قوي، برافو عليك انك انت ربطته بهدف لعماد متعب في مباراه سابقه. طب عايز اساله في الحته دي، فاكر هدف عماد متعب يا محمد في الاتحاد الليبي؟ الحطه والبطه والنطه والقطه. جدع، برافو عليك. برافو عليك برافو عليك. كمان ليك عندي نقطه زياده. كمان كمان احيانا ممكن حد يوجه نقد للمعلق لان جون 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 وهي مش جون. بس صح، انت عملت صح لان هي فرصه رايحه. انا شايف انها انا ده جون ما يضيعش يعني، فانت انفعالك
حقيقي. وكويس انك انت قلت جون 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 جون، وان هي ما جاتش جون. فممكن حد يقول لك يا عم هي ما جاتش جون، ليه بتبالغ او بتسبق اللعبه وتقول انها جون؟ تمام. لا برافو، برافو عليك. تمام. شكرا جميل. كابتن محمد، طبعا في تون كده ممكن يشدك من البدايه، هو البدايه بتاعته بدا بشكل جيد، و اعتقد اني ليه شخصيه هو بيعلق، وطبعا حته الرابطه دي، وواضح ان هو عنده افهات يعني، وواضح ان هو ذكي كمان، عنده سرعه بديهه، ولكن مميز يعني من اول في طلع كده من البدايه، حد يشدك تحب ان انت تسمعه. ربنا يخليك يا كابتن. فربنا يخليك، فموفق ان شاء الله باذن الله، و واهل قريتك اعتقد هيصوتوا لك كلهم ان شاء الله. لا هو سرعه البديهه قالها من خلال وظيفته في حاجه جميله قوي، قال لك محمد ابراهيم بيقدم وجبات وهو كاشير. لا لا خمغي جيدة جدا وعجبني جدا. يمكن بس هتكلم عن اثار عملها اثناء المباراه، ان هو لما بيستلم المباراه ويبدا التعليق المفروض بيقول الاول شكر للزميل العزيز واعلامي الكبير كابتن مدحت شلبي، ويبدا المقدمه دي احنا اتعلمناها، هو عملها في الختاب. هو ختم الماتش بالنتيجه وبعد كده قال ننتقل صوت التحليل. فهي من اساسيات التعليق ان انت بتشكر بتسلم بتستلم وتسلم. تمام. ان انت تستلم من المذيع وبتشكره، بتشكر المجموعه اللي موجوده وبتعمل مقدمه. هو عمل مقدمه جيده جدا، عاش جو المباراه، عيشت انا جو المباراه، ودي ميزه مهمه جدا لاي معلق، لازم يعيش جو المباراه، عشان لما يعيش جو المباراه هيتفاعل مع الهجمات وهيتفاعل بالاهداف. ليه افهات، ليه كلمات جيده، فكلمه جيده. درجات يا استاذ حسن. يعني انا عاجبني كمان ان هو عنده 25 سنه. يعني سنه صغير وشباب، وان شاء الله يبقى ليك مستقبل. 8 الله. كابتن كواليني مع الاستاذ حسن. 8 كابتن احمد. عرفت منين يا استاذ حسن ان هو 25 سنه؟ انا مش عندي. لا هو قال، هو قال. مركز انت يعني اصغر منك بثلاث سنين بالظبط كده. اصغر مني انا سنتين. 7.5 نعم. وانا هدي لك 8 برضو. موفق يا محمد وحاجه جميله والله. اشكرك يا حبيبي. الشرير بقى احمد. شكرا. الشرير بقى احمد النهارده. القادم هو عبد الله القاضي. اسمي عبد الله ممدوح القاضي من اسكندريه، 28 سنه، بشتغل محامي. علاقتي بالكوره بدات من وانا صغير زي اي حد، بتبدا في الشارع بتلعب مع اصحابك، وبعد كده واحده واحده بتروح انديه تعمل اختبارات، يا بتتقبل يا ما بتتقبلش. فكنت بقى رحت فتره اختبارات نادي اسمه الاولمبي عندنا في اسكندريه، نادي عريق طبعا. قعدت فتره بس ما اتقيدتش في الفريق، ولعبت بعد كده كره صالات في الجامعه، فريق الجامعه في جامعه اسكندريه، وبرده ما حصلش نصيب يعني وما كملتش فيها، لما لقيت نفسي ان انا يعني بعيد يعني بلعب كل حاجه بس الموهبه ممكن ما توصلنيش لحاجه. حب للتعليق من وانا صغير، عندي شغف التعليق وعندي حب الاستمتاع بالتعليق، واللي انا اسمع المعلقين واخد بعض الجمل بتاعتهم وبعض الالفاظ. والتعليق من الصناعات الجميله في الكوره، اللي بيعرف يستغل التعليق بيعرف يستغل المباراه كويس جدا. فهي التعليق يعني الواحد بيحب التعليق من الاساتذه اللي اتعلم منهم زمان واللي اتفرج عليهم، دي فكره يعني. صوتوا لي على رقم 41. اهلا وسهلا يا عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن مدحت، شرف كبير ان انا موجود مع حضرتك كابتن. يا رب يخليك يا حبيبي. الله يخليك. انت محامي واسمك القاضي. صح كده. صح كده يا فندم. يعني يبدو ان الوالد كان عامل حساب ان لازم يطلع محامي من عيله القاضي. طيب عايزينك بقى كده تجلجل كده زي ما تكون هتجلجل كده في المحكمه وتطالب ببراءه المتهم. باذن الله. يلا بالتوفيق يا عبد الله. اتفضل يا حبيبي. شكرا كابتن مدحت شلبي ولضيوفك الكرام، شكرا للزملاء الاعزاء خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الله القاضي يحييكم من استوديو اون تايم سبورتس، حيث اتشرف بالتعليق لحضراتكم على قمه الجوله الاولى من الدوري العام المصري. ادي كوره رزاق سيسي يلعبها للسيد سالم، 1-2 خطيره جدا للاتحاد السكندري، وجول جول، ولكن الكابتن محمد الصباحي يحسب اوفسايد على خالد قمر. ادي اول هجمه لنادي
الاتحاد السكندري عن طريق رزاق سيسي والسيد سالم، عملها لسيد سالم رزاق سيسي ولكن الاوفسايد على رزاق سيسي، خالد قمر يسجل اول اهدافه ولكن تتحسب اوفسايد. كابتن محمد الصباحي يشاور حسام حسن الهداف التاريخي للكره المصريه الكبير، اللاعب الكبير الاسطوره المصريه، هجمه لنادي بيراميدز، محمد فاروق عايز يعدي يلعبها ناحيه رمضان صبحي، رمضان ودي خطوره وضربه جزاء، ضربه جزاء لنادي بيراميدز، رمضان صبحي الولد الشقي يضغط على نادي الاتحاد السكندري، شوف محمد فاروق والسروق وكريم يحيى يعمل اول اخطاء، يا ولد يا ولد يا رمضان يا صبحي، يستغل الخطا الفادح من كريم يحيى، عبد الله السعيد ومحمد صبحي، عبد الله السعيد خطيره جدا، ضربه جزاء ممكن 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 يا صبحي، يا ولد يا صبحي يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا صبحي، بذكريات عرابي الحارس التاريخي للاتحاد السكندري في الزمن الجميل يتالق محمد صبحي بتصدي ضربه الجزاء، شوف عبد الله السعيد الكبير اللي بيستطيع يسجل ضربات الجزاء في اي وقت، ادي هجمه عمار حمدي واحد على واحد بيعدي، عمار ماشي عمار خطير، عمار يعدي عمار يا ولد، عمار وادي الخطوره، جول جول اول للاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري يتعادل عن طريق عمار حمدي، جول اسكندراني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد في الزاويه البعيده لشريف اكرامي، عدى عمار لعيب كبير جدا، شوف الهجمه من اولها، شوف الركنيه عدت شالها دونجا، هجمه مرتده ولكن السيد سالم والله احمد نبيل مانجا يلعبها لعمار حمدي، عمار حمدي يخش في وسط ثلاثه بذكريات الجارم في الزمن الجميل يحطها في البعيده والهدف الاول للاتحاد السكندري، الاتحاد يتعادل، مراوغه مخالفه للنظام العام وللاداب العامه من عمار حمدي يستطيع بها السيطره على دفاعات بيراميدز، هجمه خطيره رمضان صبح ورمضان وضرب الجزاء، ضرب الجزاء ضرب الجزاء، كابتن محمد الصباح يحسب ضرب الجزاء وهيرجع للفار، هيرجع للفار، شوف عبد الله السعيد موه بوشه عملها رمضان صبحي وعطوه، عطوه لاعب بيراميدز السابق يحسب يعمل ضرب جزاء والصباحي هيرجع للفار، وائل فرحان حكم الفار هنشوف هيقول ايه، قال ما فيهاش حاجه فيها سيميليشن من رمضان صبحي، فاول، انتهت المباراه بفوز الاتحاد السكندري زعيم اسكندريه وسيدها الاكبر على نادي بيراميدز في قمه الجوله الاولى من الدور العام الممتاز، هارد لك نادي بيراميدز، مبروك مليون مبروك لنادي الاتحاد السكندري الفوز على نادي بيراميدز. مره اخرى نرجع للكابتن مدحت شلبي وضيوفي الكرام، شكرا لكم، عبد الله الأرض. جميل يا عبد الله، كابتن احمد. طبعا يعني موفق ان شاء الله عبد الله باذن الله، اما بدون طبعا زعل احنا بنتكلم يعني، لا لا اطلاقا اطلاقا ما شدنيش قوي يعني، زي ما قلت كده ان في حاجات كده ممكن تشدك كده، عبد الله محتاج اجتهد اكتر، محتاج يبقى في تركيز اكتر، نقطه بس بسيطه دايما، حتى الاستاذ حسن كده بيقول دايما سرعه البديع، يعني مثلا اخر لقطه في كارت احمر ما علقش حتى عليها، لان دي حاجه مهمه ان هو يبقى شايف في كارت احمر طلع، فكان لازم ان هو يتكلم عليها لان دي لقطه مهمه بالنسبه للمشاهد، ف هو بيجتهد وعليه ان هو الفتره اللي جايه يطور بالظبط، يطور. جميل منها. كابتن كوالين هو الريتم بتاعه سريع قوي، المفروض كان يهدى شويه في الريتم التعليق، وبيعلي الريتم المفروض في لحظه الهجمات ولحظه الاهداف. انا ما حسيتش ان هو مسيطر على مجرى الامور، حاسس ان المباراه بتهرب منه في بعض اللحظات كده. وزي ما الكابتن احمد قال برده الكارت الاحمر ده المفروض دي لسه انت لسه على الهواء وفي حدث بيحصل لازم تتكلم عنه. عنده نقاط ايجابيه زي ما مثلا جاب سيره الكابتن حسام حسن كهداف تاريخي، ذكريات عرابي، ذكريات الجارم، دي حاجات برده نقاط ايجابيه بالنسبه له، ولكن اعتقد ان هو محتاج ان هو يطور من نفسه بشكل اقوى من كده. استاذ حاتم استكمالا طبعا يعني مش هعيد الكلام اللي قاله كابتن احمد والكوالين، لان كلام يعني حقيقي ومظبوط 100%. النطق بس الانجليزي احنا قلنا قبل كده لو مش هتنطق الكلمة صح قولها بالعربي. التمثيل يعني حتى سبورتس وسبورت والحاجات دي لازم تتنطق صح. طبعا صوتك ضخم يعني صوتك لا بأس به طبعا. انما لا الايقاع برضه لازم يتغير يعني ان شاء الله طبعا
احلى حاجه فيك انك من اسكندريه. اه يا سلام. وانا بموت في اسكندريه. كلنا بنموت في اسكندريه من بحري وبنحبوه. ومحامي كمان يعني لو حد انتقد ولا حاجه يعمل شي بلاغ على طول. هقول له الحقني يا عبد الله. كابتن كواليني درجتك؟ 6. كابتن احمد 5.5. استاذ حسن؟ لا احمد النهارده هو عامل دور الشرير. الحمد لله ان في شرير اخر. لا والله يعني لا هو بيقيم يعني. لا 6. 6. وانا كمان هديك 6 يا عبد الله ورفعت الجلسه بالتوفيق يا عبد الله. اشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا. القادم احمد فهيم علي. اسمي احمد فهيم، عندي 25 سنه، من الهرم، وبشتغل على السوشيال ميديا، بقدم فيديوهات على الفيسبوك واليوتيوب تحليل ماتشات وتحليل اداء لاعبين والكلام ده. ومن هنا جت فكره ان انا اقدم في المسابقه. يعني اول ما الاعلان نزل على القناه يعني لقيت عدد كبير من الناس بيقول لي اقدم وحابين ان انا اكون موجود، وبالفعل قدمت ودلوقتي بقيت موجود يعني في ضمن التصفيات يعني. وما كنتش متوقع ان انا يعني اكون موجود، بس الحمد لله يعني كان في شفافيه كبيره جدا في المسابقه، وفعلا صوتي يعني اتسمع وتم قبولي يعني. صوتوا لي على رقم 51. اهلا وسهلا يا احمد. اهلا بحضرتك يا كابتن مدحت، تحياتي ليك وتحياتي لكل الضيوف العظيمه اللي موجوده مع حضرتك. انت بتقدم بقى برامج في السوشيال ميديا؟ بالظبط يعني، بس بقدم فيديوهات خاصه بالسوشيال ميديا يعني تحليل مباريات وتحليل اداء لاعبين بشكل خاص يعني. اخر حاجه عملتها كان تحليل ماتش ايه؟ اخر حاجه كانت فيديوهات الخاصه باللعيبه يعني، كان موليكا ده لاعب مرشح للانضمام للنادي الاهلي. فبتكلم عن اللاعب، بقيمه يعني ايجابياته وسلبياته وبيلعب فين، وبدي للناس نبذه عنه مع بعض الفيديوهات يعني مهاراته والكلام ده كله يعني. جميل، يلا سيدي متعنا بصوتك. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا كابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، تحياتي احمد فهيم معلقا وناقلا لاحداث هذه المباراه، الاهلي والمقاولون العرب في الجوله 9 من بطوله الدوري المصري. يعني في مباراه يبحث فيها الاهلي عن الانتصار ولا غير الانتصار، وادي على طول بدانا اللقاء يعني سريعا ما لحقناش نتكلم، واول اهداف اللقاء تضيع امامنا. محمد هاني وفرصة يعني لسه يدوب بنتكلم، ولكن محمد هاني والتكملة الهجومية يعني أمامنا على طول. يعني والتر بواليا بيتحرك على الأطراف وهاني، وادي بقى يعني شغل بيتسو موسيماني يظهر أمامنا. ادي على طول أول تصويبة في اللقاء، محمد هاني تروح كرة على طول لنادي المقاولون العرب اللي بيسعى ولو لنقطة وحيدة في يعني هذه المباراة. ادي على طول باسم علي يلعبها لسيف الجزيري، سيف وهجمة خطيرة، جون سيف الجزيري، اول اهداف اللقاء، اول تسديدات اللقاء على علي لطفي. يعني سيف الجزيري يسجل الهدف الاول للمقاولون العرب. خد سيف وكمان سيف، الاول بيسجله سيف في هذه يعني الكرة. وادي امامنا المحترف سيف الجزيري، لا والله ده كان اسيست محمد حمدي زكي، يلعبها على طول لسيف الجزيري وخطأ يعني كبير يسأل عنه علي لطفي اللي بيشارك اليوم على حساب محمد الشناوي اللي بيغيب للإيقاف. وادي على طول متابعة في الفار، متابعة في الفار، فار تشيك من حكمنا الحكم محمود ناجي، ويحتسب على طول هدف. وادي كرة تاني خطيرة، واللقاء سريع جدا معنا. الأهلي والمقاولون العرب دائما مباراة تكون مثيرة. أفشى على طول يعلق واحدة خطيرة للأهلي، وادي على طول طاهر يرد، طاهر لشريف، جون محمد شريف ملك التهديف يسجل الآن، يأتي الآن يعني محمد شريف ملك التهديف يسجل هدف على طريقة عماد متعب. بص شوف على طول الأسيست ويعني التحرك الرائع جدا من محمد شريف. يعني كان عندنا زمان فنان عظيم لقب بملك الترسو، الآن ملك جديد يظهر هو ملك التهديف محمد شريف. هادي على طول حمدي فتحي، شوف دور الديفندر الرائع في التكملة الهجومية، من هنا تأتي قيمة يعني حمدي فتحي. وادي تسديد على طول، والقائم القائم الآن يتصدى، وعلي لطفي يظهر الآن في الكدر. يعني كان يسأل عن الهدف الأول ولكنه تدارك الموقف وبدأ يعني يدخل على طول في مود المباراة. طاهر محمد طاهر من جديد، والأهلي يسعى للعودة، والأهلي يعني بيقترب من العودة. أدي صلاح محسن والأسيست، وقفشة، جون
جون. بص يشوف محمد مجدي قفشة بيعمل ايه، بص يشوف الاهلي بيعمل ايه، الاهلي يعود الى اللقاء. ثالث الاهداف محمد مجدي قفشة في الدقيقه 80. بص يشوف محمد هاني العرضيه، وادي على طول اللمسه من صلاح محسن، لمسه اوروبيه من الاوروبي صلاح محسن يلعبها لقفشة. قفشة 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 بحبك يا قفشة، كل جمهور الاهلي بيقول لك دلوقتي بحبك يا قفشة. ولكن شوف الاسيست من المعلم من الاوروبي اللي امامنا اهو صلاح محسن، يعني الهدف كله اسيست. وتنتهي الان المباراه يعني بفوز النادي الاهلي. والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليلي والكابتن مدحت شلبي وضيوف الكرام. كابتن مدحت اليك الكلمه. جميل يا احمد جميل. استاذ حسن يعني بص احيانا اللوازم بتبقى دمها خفيف، بس يعني 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 دي كتير قوي، دي مش لازمه. انا يعني انا بقول لك كده، وانا انا شخصيا عندي لازمه متضايقني بساعات بقولها كتير، ويعني ما نورتها يعني ما يصحش ان انا اقولها يعني. في التعليق ما تكررهاش دي، دي مش لازمه. كل شويه انت بتقول انك انت بتحلل الاداء. ممكن اعلق بس؟ اتفضل اتفضل يا اتفضل. بس يعني ممكن تكون بجمع بيها بس الكلام نظرا للتوتر بس مش اكتر يعني، فانا بحاول ان انا استحضر بيها الكلام يعني. ولا يهمك ولا يهمك، انا يعني بس عايز الفت نظرك لشويه حاجات كده. انت بتتكلم على تحليل الاداء، انا كان نفسي بقى تنفرد بانك تديني لمسه تحليل اداء للاعيب، يعني ايه اشاره كده بس، مش بس مش حكايه ان ملك التهديف. بس هي موجوده عنده استاذ حسن يعني، يعني موجوده بس سرعه الشريط يعني. بالظبط اللقطات سريعه. انا فاهم طبعا، بس ملك التهديف انت كان ممكن تقول حاجه تانية على شريف، يلعب بشمال بيمين، بيتميز بده بقدرته على التهديف من غير مسافة أو مساحة، يعني فيما يتعلق بتحليل الأداء يعني. لكن لا بأس طبعا بيكون إن شاء الله بالتوفيق يعني. كابتن أحمد عجبني بصراحة أحمد، وطبعا يمكن عنده ميزة كويسة أنه هو يمكن بيحلل الأداء، فدي مدياله بدياله طبيعة خاصة ان هو تحركاته كده. انا اكيد سرعة النقل اللقطات اكيد بتوتر شوية صحيح. وبتخليه يعني بيكون متعايش ولازم يروح نقل على اللقطة الجديدة بشكل جديد، انما هو ريتمه كويس، اداؤه كويس، اكيد هيتطور بشكل كبير جدا مع الـ مع الـ مع الوقت. التحليل اللي هو بيعمله انا شايفه ميزه هتساعده بشكل كبير. كلمه يعني 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 دي موجوده كتير شويه، بس مع الخبرات ومع هيجي بشكل كبير. الحاجه الثانيه يمكن استاذ حسن هو لما قال محمد شريف ملك التهديف، حلو ماشي مع بعض، حلو يعني التيم ماشي مع بعض، شريف والتهديف يعني ماشي مع بعض حلو. بس ما قلناش مين ملك الترس. ايه ده؟ قال فريد شوقي. اوكي يا كابتن مدحت اخدت وقت طويل على ما اجيب حاجه يعني غير المخيف يعني. ايوه انا عارف حلو. انا عارف طبعا ان هو 3 دقايق عايز يلم فيهم كل حاجه طبعا. وده في وقت ولاد ممكن ما يكونش صح عشانه يعني يتعايش مع اللقطات اللي موجوده، بس انما هو في المجمل يعني انا اعتقد هيجي منه بشكل كبير جدا. ممتاز كابتن كوي. لا معلق جيد وليه كاريزما، بس انا كنت اتوقع ان يكون اداؤه افضل من كده، لان هو محلل اداء متعود على الكاميرا، متعود ان هو يتكلم بشكل بيبقى فيه سرعه رد فعل عادي جدا جدا. ولكن كمبدئيا لا عم اقول لك جيد ويجي منه. وان شاء الله اعتقد ان هو بتكرار التعليق على اكثر من مباراه هيكون مستوى افضل من كده بكتير كمان. ممتاز كابتن احمد. درجه 8 كابتن كواليني. شكرا يا كابتن. 7.5 شكرا كابتن حسن. 7.5 وانا 8 مع كابتن احمد حسن. موفق ان شاء الله. موفق كابتن مدحت. ممكن اخد نص دقيقه من اتفضل اتفضل اتفضل. يعني انا بشكر حضراتكم جدا على الفرصه العظيمه دي، ويعني حضراتكم مؤثرين فيا بشكل كبير جدا يعني. وعايز اقول لحضرتك يعني يا مساء الانوار يا كابتن مدحت. ايوه يا قاضي، احنا على الهوا يا قاضي. طيب طب انا عايز اقول بس حاجه واحده للكابتن الكواليني، عملوها تاني وسجلوا الهدف التاني، ابو طماره ابو سيلين عماد متعب. شكرا يا كابتن. شكرا يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. مع المتسابق السادس ولكن بعد الفاصل.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. استمتعنا بخمس متسابقين وامامنا خمس متسابقين اخرين، نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. نبدا بالمتسابق السادس محمود احمد الشرباجي. الاسم محمود احمد محمد الشرباجي، سن 33 سنه، من مدينه الاسماعيليه. الوظيفه معلم لغه عربيه وخط عربي، حاصل على تمهيد دكتوراه في علم النفس التربوي. بالنسبه لحبي للكوره بدا من زمان جدا وانا صغير، احب اتفرج على المباريات، اتابعها بشده، اتفرج عليها سواء كانت في الدوري المصري او الدورات الاوروبيه وكده. حبي للتعليق بدا ان انا وانا في الكليه زمايلي كانوا بيحبوا يسمعوا صوتي ان انا بعلق على ماتشات في الكليه وكده، ولما اشتغلت في التدريس بتعلق على ماتشات في المدرسه، والحمد لله الموضوع ده قوبل بالثناء وان زمايلي قالوا لي ان صوتي كويس وكده. سمعت عن مسابقه اون تايم انت المعلق برعايه كابتن مدحت شلبي، حبيت اقدم فيها واتمنى طبعا ان شاء الله الفوز، ويا ريت الجماهير تصوت لي على رقم 62. اهلا يا محمود، منور. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انت مدرس يا محمود؟ انا معلم. معلم. انا يعني معلم, معلم. احنا سمت معلم لغه عربيه وخط عربي. وخط عربي؟ نعم. اوكي. وبتعلق بقى في المدرسه لماتشات الطلبه؟ ماتشات الطلبه وماتشات المدرسين. وماتشات المدرسين. انت بتدرس ثانوي ولا اعدادي ولا ايه؟ لا، ابتدائي يا فندم. ابتدائي احلى حاجه، ده ابتدائي، ده انت اللي بتطلع النشأة. والتخصص الاكتر بتاعي في تاسيس الصفوف الاوليه. اوكي، تاسيس يعني ايه الجمله دي ما فهمتهاش؟ يعني انا بدي صف اول او تاني او تالت، باسسهم قراءه وكتابه وخط. اللي هو اولى ابتدائي وتاني ابتدائي وتالته ابتدائي. يعني اولى ابتدائي وتاني ابتدائي وتالته ابتدائي. اوكي، لان هم دول الاساس عشان تعلمهم خط كويس وتعلمهم طبعا قراءه وكتابه كويس. برافو عليك، هم دول النشء اللي هم بعد كده بيمثلوا الاجيال القادمه. تمام، ولو الطالب اتاسس صح في الصفوف الاوليه بعد كده بيطلع كويس. صحيح، انا بتفق معاك مليون المية. وانت بتحب الكوره من الاسماعيليه وانا بحب المانجا، وان شاء الله هنستمتع بقى باحلى نكهه عويسي على تعليقك. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. شكرا كابتن مدحت شلبي وظروفه الكرام. مساء النور والسرور على احلى جمهور مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس، محدثكم محمود الشرباجي، اهلا وسهلا بكم في ليله كرويه رائعه وساحره من ليالي الدوري المصري الممتاز، حيث اللقاء المرتقب بين نادي بيراميدز ونادي الزمالك المصري من استاد الدفاع الجولي الجوله الثانيه. تتلعب كره عرضيه جميله، ودي الراسيه، هوبا قائم، العارضه مش ممكن، كره جميله جدا جدا جدا، بيحاول فيها ايريك تراوري، ترجع تاني، ممتاز التدخل على طول من رمضان، حاول يجري من ناحية اليمين وناجم، كورة جميلة جدا جدا اتعملت في القاء في العرضة، يعني تصويبة رائعة رائعة رائعة، حاول فيها محمد أبو جبل ولكن العرضة تصدت لهذه الكورة، تصويبة رائعة جدا جدا جدا، ممتازة جدا 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 من طارق طه، ومحمد أبو جبل في محاولة من الحارس المتميز، والعرضة تنقذ الزمالك. كورة ملعوبة هناك في الجهة اليمين، هوب يطلع على طول شريف إكرامي، يا سلام يا شريف يا إكرامي، بالطريقة السمكة الجميلة يلعب دور الليبرو ويخرج الكورة، ممتاز جدا جدا شريف إكرامي، يعني يتقمص دور الليبرو في هذه الكورة وينقذ نادي بيراميدز من كورة خطيرة جدا جدا جدا. تتلعب من ناحية اليمين هناك عند عبد الله سعيد، شوت وهوب كورة بعيدة خارج الملعب، كان في كورة أفضل من كده، في كرة أفضل من كده، ممتاز جدا جدا عبد الله سعيد، ضابط الإيقاع وعنصر الإبداع، يا سلام لو يأتي بكل إمتاع. ودي القيادة الأرجنتينية الأروي بارينا، ممتازة الكرة من عند اليمين، تتلعب هناك، يحاول يعدي، يلعب، يرجع تاني، يرفع كرة جميلة جدا جدا جدا، وهوبا جول 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 جول، مصطفى محمد، يا مصطفى يا محمد، رائع رائع رائع، مصطفى محمد المهاجم القناص، كرة ملعوبة من محمد أناجم، ملعوبة بالمسطرة والمقاس، شوفوا كرة ملعوبة بالمسطرة والمقاس، ومصطفى محمد يسجل هدف بكل إحساس، يا سلام يا سلام يا مصطفى يا محمد، يقفز في الهواء ويسجل بكل أناقة ورشاقة ولياقة، كرة غير عادية عكس اتجاه شريف إكرامي، هدف رائع رائع رائع، هو هدف التعادل لنادي الزمالك، كرة ممتازة جدا جدا جدا، ممتاز. ينطلق بسرعة اليمين من ناحية اليمين، بيحاول يجري
إمكانية والدفاع بتاع الزمالك موجود، ممكن يقدر من ناحية اليمين يعدي كرة ممتازة عبد الله سعيد يشوط عبد الله، حلوة 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 يا عبد الله. هل يأتي عبد الله سعيد بالخبر السعيد ويأتي بكل جديد؟ اتلعبت كرة جميلة جدا لكن دفاع الزمالك طلعها، طلعها دفاع الزمالك، ولكن هنا عبد الله السعيد تسديدة ممتازة جدا جدا تعلو العرضة بسنتيمترات، ولكن كادت أن تكون هدف ممتاز، ولكن حكم الساحة يطلق نهاية المباراة محمد عادل حكم الساحة بنهاية المباراة بتعادل بيراميدز والزمالك بهدف لكل منهما. ننتقل إلى استوديو التحليلي برفقة الكابتن مدحت شلبي وضيوف الكرام، إليك الكلمة يا كابتن. شكرا شكرا يا محمود. كابتن كوالين، والله يا محمود مش وحش ومش مش 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 قوي يعني، برضو مرتبك، ودي طبعا أكيد عذرينه إن هو في توتر وفي قلق وفي رهبة من الكاميرا ومن التعليق. عجبني ان هو وقع في التعليق شويه، يعني حصل له دروب وهو بيعلق، وبعدين لحق نفسه وقدر يسيطر على المباراه. محتاج ان هو يكون صوته اقوى من كده، وان هو يعني يكون افضل من كده. في لمسات عنده الافيهات دي انا كمعلق بحبها. كمشاهد بحب الافيهات لما يكون في هدف يقول افيه، في تألق لحارس والافيه، دي حاجه برده كويسه جدا فيه. واعتقد ان هو مع التكرار لازم يعلق على الاقل في الاسبوع 3-4 ماتشات مع نفسه. واعتقد ان هو مع تكرار ماتشات هيبقى مستواه افضل بكثير ان شاء الله. استاذ حاتم، جزء من مهارات التعليق يعني قوه الصوت. انا اقصد من قوه الصوت يعني ثقه الصوت، يعني الصوت يروح لك، انت صوتك كويس، صوتك مقبول على المايك على الميكروفون، انما انا حاسس انه مش بتقول لي تعال اسمعني، يعني لازم الصوت يبقى مش بيشدني يشد حاجه كده تبقى ودي طبعا انت طبعا عشان اللغه العربيه رشاقه واناقه وسياده وبتحاول تعمل مرادفات لطيفه ما بيش فيها مشكله، انما لا انت يعني كواليني قال حاجه مهمه جدا، انك الماتش كان هيهرب منك وبعدين انت رجعت له تاني. انا لاحظت حاجه ان في اسماء كتير انت مش عارف مين اللي معاك كوره، وصعب قوي ان معلق، انا برضو مقدر قوي ان المساله دقيقتين او ثلاثه والايقاع سريع يعني مختلفه يعني. لكن خلي بالك بس من موضوع الاسماء ده. جميل كابتن احمد. طبعا محمود واضح ان هو يعني مدرس لغه عربيه ومخارج الالفاظ عنده يعني طيبه جدا جدا، وانا اعتقد كمان ان هو ممكن يكون كمان حافظ القران بشكل كويس، لان واضح ان من المخارج عنده، انما في توتر طبعا كبير، ريتمه مش ماشي مع الاحداث، وطبعا التوتر ده اللي موجود وده طبيعي يعني، انما هو لازم يشتغل على نفسه بشكل كبير، يعني لازم يشتغل على نفسه بشكل كبير، لاني عنده ان هو يطلع لغه عربيه فصحى بشكل محترم. لكن دراسته كمان تساعده. تمام بالظبط، انما محتاج يشتغل على نفسه بشكل كبير. درجاتك كابتن كوالين؟ 5.5. كابتن احمد؟ 5.5. كابتن حسن؟ 5 يا شهير. وانا همشي مع الاستاذ حسن 5، وبكل توفيق يا محمود ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك يا حبيبي. انا شرير الشاشه، عايز تاخد الشاشه مني، عايز تاخد مني. انا محمود المنيجي. طب بره. طب انا بره. طيب هديك فريد شوقي المره الجايه. اسلام محمد حسين. اسلام محمد حسين السعيد، 25 سنة، محافظه البحيره، مركز بدر، قريه علي بن ابي طالب. الوظيفه خريج ليسانس اداب قسم تاريخ. علاقتي بالكره من زمان، كنت بحب اتفرج على الماتشات، دوري مصري، دوري انجليزي، يعني ومن خلالها حبيت مجال التعليق الرياضي. شايفها ان هي فرصه حقيقيه وفرصه كويسه ان احنا نظهر للجمهور اكتر ويقدروا يتابعونا اكتر، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. صوتوا لي على رقم 73. منور يا اسلام. الله يخليك يا كابتن، منور حضرتك. صوتك بقى عايزك تفتحه، انت عندك برد ولا حاجه؟
لا تمام. تمام. خلي بالك احيانا البحة دي يعني مثلا في الغنى في مطربة اسمها نجاح سلام، ما عرفش توعى عليها انت ولا لا، تعرفها؟ لا والله يا كابتن. يا نهار ابيض، ما يعرفهاش؟ لا ما يعرفهاش. ده نجاح سلام دي من اجمل الاصوات. 25 سنة. مين نجاح سلام دي؟ ما هو اسلام وهي نجاح سلام. عندها بحة صوت يا اسلام، بعد ما تخلص ابقى على اليوتيوب كده اكتب نجاح سلام، هتلاقي عندها عندها اغاني وطنيه ما حصلتش يعني. فالبحه بتاعتها جميله، فممكن جدا في التعليق كمان البحه تبقى جميله ان شاء الله. وممكن يا كابتن بعد اذنك البحه دي بتبقى توتر قلق. توتر ممكن يجي من البحه، لما يكون عنده بحه ممكن يكون توتر، وممكن ده طبيعه صوته. وممكن طبيعه صوته. ده اللي هنعرفه دلوقتي. ده اللي يلا متعنا بالبحه الحلوه دي يا اسلام ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا كابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام، يسعدني ان اكون معكم معلقكم اسلام محمد عبر قنوات اون تايم سبورتس للتعليق على المباراه الكبيره، المباراه المرتقبه بين قطبي كره القدم المصريه نادي الزمالك ونادي الاهلي، هنا ضمن فعاليات الجوله الرابعه ضمن موسم كره القدم 2021. يدير المباراه كابتن محمود البنا حكم اللقاء، توصل الكره عند فرجان الساسي، يلعب الكره مطعم محمد شريف يصاب كره خطيره، الهدف الاول لمصلحة النادي الاهلي، محمد شريف بتصويبه الصاروخية يحرز بها اولى اهداف اللقاء. محمد شريف هو راس الحربة، تصويبه الصاروخية في الشباك مع الدية، كرة الهدف الاول لمصلحة النادي الاهلي. محمد شريف الله عليك يا محمد، محمد بتصويبه الصاروخية يحرز منها كرة الهدف الاول. بص شوف فرحة الجهاز الفني للنادي الاهلي، تمشي الكرة توصل عند اشرف بن شرقي، اشرف يراوغ يعدي صوب كرة تصطدم بالدفاع، ما زالت الكرة عند سيف الدين الجزيري يلعب عند فرجاني، كرة خطيرة ولكن تدخل من رامي ربيعة. هنشوف حكم الفار كابتن محمد عادل هيقول لنا ايه. بص شوف رامي ربيعة تدخل، وعلي ربيع علي لطفي عفوا اللي شارك مكان محمد الشناوي، اول قمة لعلي لطفي في احداث الدوري المصري. نشوف حكم اللقاء كابتن محمود البنا هيقول لنا ايه، فيها بلن ولا ما فيهاش حاجه؟ لسه في انتظار قرار حكم الفار كابتن محمد عادل. بيرجع كابتن محمود البنا وبياخد القرار، ركلة جزاء لمصلحة نادي الزمالك على التنفيذ. محمود علاء على التنفيذ، محمود علاء وعلي لطفي، علي لطفي قال يكون له الكلمة العليا، علي لطفي يتصدى يا ولد يا لعيب، يتصدى علي لطفي، يا سلام عليك، في مباراة يكتب فيها سجله الجديد مع النادي الأهلي في أولى لقاءاته في القمة، 121 عمر الدوري المصري ممتاز. ولكن تصدي رائع، ركلة ركنية تتلعب، الركنية بضربة راسية من محمود علاء، توصل الكرة عند أحمد سيد زيزو، أقصى جهة اليمنى زيزو، يلعب كرة خطيرة براسية ويطلق علي لطفي يا ولد يا لعيب، يا سلام على علي لطفي. مباراة خطيرة، مباراة مثيرة جدا ما بين فريقي قطبي الكرة المصرية نادي الأهلي ونادي الزمالك. بص شوف هنا تركب شيكابالا، ولكن في هذه اللحظات أعزائي السادة المشاهدين ينتهي اللقاء بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. شكرا لكم اعزائي السادة المشاهدين. نعود لكابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام، اليك الكلمة كابتن مدحت. شكرا يا اسلام، شكرا. كابتن احمد، خامة مش وحشة طيبة، بس هو طبعا محتاج النفس بتاعه يظبطه شوية. يعني انما هو طبعا ريتم برضه نفس الحكايه واحد، يعني انا مش عايز طبعا، احنا معانا كابتن كواليني هو يعني ادرى مننا بالحاجات دي، بس احنا بنجتهد، يعني احنا بنحاول نجتهد. انما هو خامه مش وحشه، بس محتاج شويه تظبيط في حاجات كتير. كمان النفس لازم يظبطه، يعني ما ينفعش يبقى على طول، لازم في وقت ياخد نفس عشان يقدر يكمل الجمله بتاعته. انما خامة طيبة ويشتغل على نفسه وسنه صغير كمان يعني. صحيح. استاذ حاتم، اكمل على احمد، بس كلام احمد مهم جدا، حكايه النفس دي انا حسيت انه في حماس طبيعي
في حماس انفعالي او مفتعل يعني، يعني بيحاول يتحمس مع ان ده ماتش اهلي وزمالك يعني، ده حظه محظوظ يعني، انت حظك حلو جدا ان يجي لك اهلي وزمالك، تقدر تقول حاجات كتيره صحيحه، الوقت قصير ودقيقتين وصعبه ومش، لكن اهلي وزمالك ده تقدر تقول لعبوا اول مره امتى، تقدر تقول معلومات، تقدر تقول للعيبه مهاراتهم ايه، انت حافظ كل اللعيبه المفروض، الهدف بتاع شريف تقدر تتكلم عليه بشكل احسن من كده لانه هدف كان مثلا جميل جدا. فاختصارا يعني من المباراه دي الاهلي والزمالك كان لازم تقدم حاجات او تقدم نفسك احسن من كده بكتير. كابتن كوالين، نبحه الصوت مش وحشه، جيدة. تفاعله برضو مع الهجمات بقى الاستاذ حسن مستجاوي والاستاذ وكابتن احمد يعني كان برضو في يعني تفاعل يعني اوفر شويه الى حد ما، وما حسيتش ان هو تفاعل اللي هو التفاعل العادي بتاع المعلق. محمد شريف سجل هدف حلو بقدم اليسرى، لازم كان يتكلم ان هو محمد شريف باليمين شغال، بالشمال شغال، بالراس شغال، لازم يوضح القصه دي بالنسبه للساده المشاهدين. في صوره في نهايه المباراه كانت صوره حلوه قوي، تجمع بين شيكابالا مع احد لاعبي النادي الاهلي، روح رياضيه حلوه كان لازم يوضحها للساده المشاهدين. الصوره الحلوه اللي ظهرت ان ماتش الاهلي والزمالك مفيش اهو منافسه شريفه وسلوك رياضي على اعلى مستوى بيجمع اللاعبين، وهذه الصوره هي بتتكلم، فدي طبعا كانت لازم تبقى يوضحها بشكل اساسي بالنسبه للساده. تمام، درجتك يا استاذ حسن؟ أربعة. كابتن احمد؟ خمسة ونص. كابتن كولين؟ خمسة. وانا هدي لك برضو 5.5. بالتوفيق يا اسلام، وشكرك يا حبيبي على حضورك. شكرا كابتن مدحت. شكرا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. القادم هو احمد فؤاد زكي. احمد فؤاد زكي حسنين، 35 سنة، المنوفية، مدرس جغرافيا. علاقتي بالكرة اني بحب الكرة من صغري، وبحب اتابع الدوريات، جميع الدوريات اللي في العالم، الدوري المصري ودوريات اوروبا جميعا وجميع البطولات الاوروبيه. حبي لمهنه التعليق وشغفي بالكوره، وان اكون عضو ان شاء الله من اعضاء قناه اون تايم سبورت، وان شاء الله بامر الله هكون معلق رياضي ان شاء الله في القناه. صوتوا لي على رقم 79. اهلا وسهلا يا احمد. اهلا بيك كابتن مدحت. قول لي، نمت امبارح كويس ولا كنت قلقان بصراحة؟ والله كنت قلقان جدا. نمت قد ايه، كام ساعة؟ بالظبط 4 ساعات. 4 ساعات قلق فيهم، قلق طبعا، وفيهم قلق، عامل زي لما اكون رايح امتحان. طبعا طبعا، امتحان صعب جدا. وجيت النهاردة من المنوفية ولا بقيت في القاهرة امبارح؟ لا، جيت من النهاردة من المنوفية. ما عملناش معسكر يعني؟ لا لا لا. توفيق يا حبيبي. استنى، عايز اساله سؤال. استنى اتفضل. صح، مش مدرس جغرافيا؟ ايوه. جزيره منتسبات فين؟ تقع اين تقع جزيره منتسب؟ جزيره ايه؟ جزيره ايه يا استاذ حسن؟ جزيره ايه؟ جزيره منتسرات. منتسرات؟ ايوه. منتسرات؟ ايوه. لا طيب، هيهات انه خد واحده سهله بقى. اين تقع جزر الانتيل الهولنديه؟ اين تقع؟ خلاص سيبك مني. ماشي طيب. التعليق. طيب. ماشي يا فندم. انا بهزر معاك يعني. ولا يهمك يا فندم. في الهند. ليا شرف. لا. ايوه. مش الهندية؟ لا، هولندية. الهولندية. هولندية. لا مش هولندا طبعا. لان في جزر بريطانية وفي جزر مش عارف، مش موجودة بريطانيا، موجودة في المحيط والكاريبي. في جنوب شرق اسيا. اهو قال لك في جنوب شرق اسيا اهو. فين؟ جنوب شرق اسيا. لا لا لا، اللي هو بيقول عليها في جزر مش في مكانها يعني، في جزر بريطانيه بس في جنوب شرق اسيا. طيب اوكي. كلام جميل. طيب يلا متعنا بقى يا حبيبي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا كابتن مدحت شلبي وضيوف الكرام من قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. معكم محدثكم احمد فؤاد، ولقاء اليوم في الجوله الخامسه من النسخه 62 من الدوري المصري الممتاز بين البواسل، النادي المصري صاحب المركز الرابع، وزعيم الفلاحين نادي غزل المحله صاحب المركز العاشر على ارضيه استاد برج العرب. هذه التشتيته يا ولد عمرو شعبان، ولكن بقى يطلع اسلام صلاح، هذا احمد مسعد، والله كده خطيره، كان في دربكة، ولكن الحمد لله. ادي كابتن علي ماهر بيقول له اهدى على الكورة، لسه في اول اللقاء. ادي صنفوري يعديها غزل المحلة، يا ورد يا لعيب من ناحية اليوم ده، محمود علاء العرضية.
وضربة مرمى، أول هجمة خطيرة لزعيم الفلاحين غزل المحلة. يلا يا أولاد متعونا كما قالوا كابتننا في الاستوديو، إن شاء الله يكون لقاء ممتع. أدي الطولية عمر كمال يعديها يا ولد، ولكن ضربة مرمى في الحكم هيولي عمر بيقول فيها ضربة جزاء، والحكم لسه هيقول ايه؟ لسه هيشوف الفار، هيشوف الفار لاتخاذ اجرى قرار لصالح النادي المصري او لصالح غزل المحله. والله كده فيها وعليها، وهنشوف حكم الفار الحكم محمود دسوقي هيقول ايه؟ ما فيهاش اي حاجه، الحكم احمد جمال. ادي في وسط الملعب الدربكه فان دايك الغلابه وتتقطع، ادي 3-1 الطوليه من احمد رفعت. يلا يا عمرو، عمر جول 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 عمر كمال يا واد يا لعيب. الصاروخيه الصاروخيه من المرتده، المرتده للنادي المصري، الهدف الاول. ادي بقى الدربكه، الدفاع المتقدم من غزل المحله وفان دايك الغلابه والتشتيت من احمد رفعت والسرو والطولية، وعمر كمال ما يكدبش خبر والطولية الطولية الطولية الطولية. والله بقى الدفاع المتقدم ما ينفعش في نادي غزل المحلة، والصاروخية من عمر كمال عبد الواحد. وشفنا بقى خالد عيد وحصرة الكابتن خالد عيد، وادي بقى فرحة علي ماهر والضغط العالي. ادي الطولية ناحية الشمال هاني عادل، وضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة من ناحية الشمال وانذار على احمد شديد قناوي، رمية التماس وفيها تدخل فعلا عنيف من اجيبيتور. ادي بقى حكم الفار هيشوف ايه الحالة قدامنا بالظبط، فيها انذار ولا فيها طرد. طبعا الفار بقيادة محمود دسوقي. والله بقى هنشوف، وادي حكم احمد جمال حكم الساحة هيشوف، وادي بقى احمد جمال هيدي ايه، احمد جمال هيدي ايه. وادي بقى التشتيت، ولكن بقى انذار، انذار لعمرو موسى. لا لا لا، طرد، طرد جريندو، طرد جريندو في الدقيقه 66، طرد جريندو عبد اللطيف جريندو. وادي بقى يعلن الحكم اللقاء بانتهاء اللقاء بفوز النادي المصري، وينتهي اللقاء و يصفر حكم اللقاء بنهاية اللقاء فوز مستحق ونتيجة وسيطرة للنادي المصري على مجريات اللقاء، وعودة إلى الاستوديو بقيادة الجنرال مدحت شلبي. جميل يا أحمد، جميل. أستاذ حسن. كويس، يعني طبعا كأنه مش عارف النتيجة، يعني انفعالاته ماشية مع المباراة، يعني ماشية مع الأهداف، ماشية مع اللعب. ضحك عليا وضحك علينا ومش عارف النتيجه، مع ان النتيجه مكتوبه قدامه، مفيش معلق بيبقى عارف النتيجه طبعا يعني. طبعا طبعا. لا كويس كويس، برافو عليك، صوتك مقبول جدا، ان شاء الله تبقى من الموفقين باذن الله. كابتن كوالين صوته كويس، اسلوبه كويس، قادر ان هو يلم المباراه بشكل جيد. هو بس عمل غلطه في انذار لجريندو فالحكم لغاه وطلع له الكارت الاحمر، هو ما قالش المفروض كان يقولها. عمل غلطه اكبر في بدايه المباراه، انت بتبدا المباراه في سلام جمهوري تعمل ستوب على طول، ما تتكلمش، مفيش اي كلمه تقولها، تستنى لغايه سلام الجمهوري ما ينتهي وبعد كده تعيش جو المباراه وتبدا المباراه. صحيح. بس اجمالي لا كويس. كابتن احمد في الإجمال طبعا برضه كويس، ولكن هو في غلطة كمان هصححها له بس، ودي مهمة جدا، ان هو لازم يبقى فاهم قوانين اللعبة، ان الضربة الحرة ضربة حرة مباشرة مش غير مباشرة، هو الضربة الحرة غير مباشرة، فلازم يبقى فاهم، لان هو كمان يشوف الحكم الاول، لان في لا في العاب هي مش ضربات حرة غير، هي ما ينطبقش عليها ان هي تبقى ضربة حرة غير مباشرة يعني. فهو قال ضربه حره غير مباشره، وهي طبعا مباشره، طبعا طبعا مباشره، لان دي مهمه جدا برضه، لان لازم يبقى واخد باله. انما في المجمل الصوت والاداء وكده انا شايفه كويس، ومع الوقت اكيد طبعا يبقى في تحسن، لان انا عاذر كل الناس اللي موجوده ان الوقت ضيق والنقلات دي بيحصل نوع من انواع التوتر، وكل واحد فيهم عايز يطلع افضل ما عنده طبعا، ولكن لازم يبقى في برضه اتزان وثقه شويه. جميل. كابتن كوالين درجتك 6.5. 6.5. استاذ حسن 7. كابتن احمد 6.5. 6.5. وانا هدي لك برضو يا احمد 7، واتمنى لك كل توفيق يا حبيبي. اشكرك. شكرا كابتن. الله يخليك. القادم هو عمر محمد شحاته. الاسم عمر محمد شحاته، 23 سنه، طالب بجامعه الازهر اسيوط، شغال مدير تنفيذي لمؤسسه خيريه
وبدايتي طبعا مع كرة القدم من والدي، يعني اكيد اي حد في مصر بمجرد ما بيتولد الاب دايما بيلزمه ان هو يشجع الفريق بتاعه وبالتالي انا طبعا بعشق كرة قدم منذ ولادتي. بدايتي في التعليق برضو بدأت بلعبة البلاي ستيشن، بدأت ألعب وأنا بعلق وكده على مدار حوالي 15 سنة فاتوا عمالي أعمل كده لغاية لما وصلت للمرحلة أن أنا لا أنا لازم أوري موهبتي دي لحد. وبالفعل واحد صديق ليا من تشيلي في البوست بتاع المسابقة ودخلت وشاركت وإن شاء الله ربنا يوفقني، ثم طلع على رقم 95. أهلا وسهلا يا عمر. أهلا بك يا كابتن. انت قلت حاجه جميله قوي، قلت انه في البيت بيلزموك بان انت تشجع فرقه معينه. لا هو طبيعي، يعني انا حتى مع ابني هعمل كده اكيد في يوم من الايام بس ده طبيعي، ده اللي ماشي يعني. يعني لو الوالد اهلاوي لازم الابن يبقى اهلاوي، او زملكاوي لازم يبقى زملكاوي. 90% يا كابتن. 90%، برافو عليك. الابن بقى اللي مش زي ابوه ان شاء الله في البيت. مش عايزين ده لا احنا محايدين. برافو عليك، دي اول خطوات النجاح. ايه ده حيادي. ايوه طبعا. على فكره الابن اللي ما بيطلعش زي والده ده ابن عاق. لا لا ده انت اهلاوي مالكش حل، ولا زملكاوي؟ اوعى تجاوب يا عم. حاجه فيهم. اوعى. على فكره انا من اسكندريه، انا اصلا نوبي بس انا من اسكندريه، فممكن برضو في احتماليه ان انا اكون اتحاداوي جدا. طبعا يا سلام. سيد البلد، سيد البلد. انت بتلعبنا بقى عمر. ماشي يلا. مقدرش يا كابتن. متعنا يا عمر. قول يا حبيبي عايز تقول ايه؟ اتفضل. لا تمام، بسال حضرتك هنبدا. يلا بينا. يلا اتفضل يا حبيبي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، طبتم وطاب مساءكم، ومن شاشتكم شاشه اون تايم سبورتس احييكم معلقكم الرياضي عمر شحاته. في البدايه انوه حذاري ان تامن لكره القدم، فهي طاره تهوى وطاره تابى، فمن تهواه في هذا اللقاء؟ هل تهوى نادي الاهلي الذي يحل ضيفا ثقيلا على نادي الاتحاد السكندري في لقاء اليوم في استاد اسكندريه؟ طرقت البدايه وكره وخطيره، وحكم اللقاء محمود البنا بيشير الى نقطه الجزاء في هذه الاثناء. ماذا يصنع داميون لوي في هذه اللقطة؟ خطأ فادح. ماذا صنعت يا ولدي؟ بيشد من التيشيرت، وبالتالي حكم اللقاء لم يتردد ولو لوهلة، احتسبها ركلة جزاء بالفعل للنادي الأهلي. إذا النادي الأهلي في ركلة جزاء، أعتقد على تنفيذها يكون بدر بنون بالتخصص اللاعب المغربي المميز. من يتألق لمن تبتسم؟ أدينا كرة أمام محمد صبحي، ودي بدر بنون بيسجل الهدف الأول لبدر بنون، الهدف الأول للنادي الأهلي. هو ابن الأسود الأطلسي، هو بدر بنون المنتقل من نادي الرجاء المغربي، بالتأكيد يسجل الهدف الأول في لقاء اليوم. 1-0 للنادي الأهلي، هدف هيديله حماس، هدف هيديله إثارة، هيديله روح معنوية عالية وممكن يزيد. لقاء الدور الأول انتهى بنتيجة رباعية نظيفة للنادي الأهلي، وبالتالي الاتحاد كان عليه الثأر. فهل يستطيع الكابتن حسام حسن التوجيهات؟ هل يستطيع أن هو يعود في لقاء اليوم الكامباك الريمونتادا؟ دي كرة تاني، كرة وانطلاقة، وادي تمريرة حلوة من خالد، حلوة من الغندور، وادي تمريرة، ولكن مش ممكن. ماذا يصنع دفاع الأهلي في اللقطة الماضية؟ تسديدة رائعة من محمد، والله هو محمد الصباحي أسكنها الشباك. يا ولد يا لعيب، ما أحلاك أنت، ما أحلى أقدامك أنت، ما أحلى استلاماتك أنت. الاتحاد سيد البلد يا ولدي، الاتحاد سيد البلاد كلها. شوف التسديدة يا ولد، ما أحلاك تسديدة يسكنها شباك الشناوي. الشناوي تدك شباكه في هذه الأثناء، وتصبح النتيجة هدف لكلا الفريقين. تاني انطلاقة، هنا قفشة، هنا تمريرة حلوة الأمامية، يا ولد يا لعيب بتروح لمين؟ انطلاقة سريعة، استلام حلو محمد شريف، تمريرة ممكن التسديدة. ماذا فعلت يا ولدي؟ ماذا فعلوا لك جمهور الأهلي حتى تضيع هذه الفرصة؟ أعتقد محمد شريف بالفعل قفشة، استلم قفشة، عدى قفشة، باص قفشة، الأسست، ولكن أين التسديدة؟ أين التسديدة؟ وأدي الكابتن طبعا موسيماني يرفض ضياع هذه الفرصة. تاني كرة ملعوبة، انطلاقة سريعة، نادي الأهلي ضغط بقوة، أعتقد الأهلي قريب من تسجيل هدف التقدم في لقاء اليوم، هدف الفوز. هذه ثلاث نقاط، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هو قفشة كاد أن يسكنها الشباك، ولكن عملها بطريقة بليسنج ولم تسكن الشباك. تاني على طول كرة ملعوبة، انطلاقة عالية، ولكن في هذه الأثناء حكم اللقاء الكابتن محمود البنا بيطلق صافرة الختام. وفي هذه الأثناء أعزائي المشاهدين الكرام، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع معلقكم الرياضي عمر شحاتة، على أمل أن نلتقي فيما هو قادم. إلى أن ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا عمر. تفضل يا كابتن. جميل عمر، يعني يشدك. هو واضح ان هو يعني في البدايه حتى طريقه التعامل بتاعته كده تخليه
يعني في شخصيات كده ممكن تشدك يعني، فهو من النوعيه دي. شاطر، لو اشتغل على نفسه بشكل افضل من كده هيبقى احسن من كده بكتير، عنده حاجات كويسه كتير جدا جدا جدا. انا شخصيا زي ما بقول يعني، زي ما في لعيب كده يشدك من اول وهله كده لو حتى سنه صغير، بده نفس الحكايه. فعمر عنده كاريزما كويسه، لونه كمان وشكله، هو نوبي كمان، فهتلاقي شويه التركيب على بعضها حلو يعني. جميل، التركيب على بعضها حلو. كابتن كوالي اسلوبه حلو، صوته حلو، تحس ان ليه شخصيته في كابينه التعليق، مسيطر على المباراه بشكل قوي جدا جدا. ليه افهاته وليه كلماته اللي بيستخدمها، واعتقد ان هو هيكون خامه ممتازه جدا في مجال التعليق الرياضي. استاذ حاتم، شكرا. مختلف، انت مختلف، واحلى حاجه مش هقول بعدها اي حاجه، انت مستمتع بما تفعل. انت مستمتع بالتعليق حقيقي، مش جاي تخش مسابقه وخلاص. انت ايه، كانك يعني شاعر بشعور الطرب وانت بتعلق، مش هقول اكتر من كده. جميل، شكرا جدا. شكرا. كابتن كاولين، درجتك 8. 8. كابتن احمد 9. 9. يا ده اكبر درجه، ده شوفه مبسوط قوي عمر، مبسوط قوي يا عمر انت. ها ضرب، شكر جدا. كرسي 9 دي اقوى درجه النهارده حصلت يعني. صعيده برضه يعني، الكره المصريه بنحن لبعض يا كابتن مدحت. صعيده، صعيده، بنحن لبعض. واضح كده ان في مشاعر جميله. استاذ حسن 9. 9. 9. الانسان اللي يحب اللي بيعمله هيبقى ناجح. انا بعشق تعليق الكابتن، وانت هتنجح والله كابتن حسن. انا بعشق التعليق، مش بحب. لا فعلا والله اللي بيقوله استاذ حسن كابتن مدحت، هو كمان جوه الاستوديو عشان احنا يمكن شايفينه جوه الكابينه، هو عايش، عايش فعلا مع الموضوع، وعايش فعلا يعني فعلا بيعمل حاجه واحد. عشان كده دايما اغلب اللي بيبقوا موجودين بنقول ايه، خلي فيه ثقه يعني، مش الموضوع كله انك انت عايز تعمل كل حاجه في 3 دقايق وتبقى الامور بتهرب منك. فلا، هو عايش الموضوع زي ما بيقول استاذ حسن. جميل، وانا كمان هديك 9 يا عمر. شكرا جدا يا كابتن. توفيق يا حبيبي، شرفت ونورت. عايز بس طلب بسيط، انكم ذكرتوا النوبه الاسبوع الماضي يوم 7/7 كان اليوم العالمي للنوبيين، فانا حابب بس ان انت تمسي على النوبيين وتحييهم من موقعك يعني يا كابتن مدحت. مساء الانوار على النوبه كلها بالنيابه عن الكباتن. شرفت، شرفت ونورت. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. اخر متسابق عندنا النهارده هو عبد الوهاب رمضان. عبد الوهاب رمضان 21 سنة من البشتيل الجيزة، لسه بدرس في معهد تكنولوجيا عالي وصنايع على متان. كان نفسي حلم حياتي ان اكون لعيب كورة، بس ربنا ما حصلش نصيب. بعد كده اتجهت للتعليق الرياضي، كنت بقلد معلقين وانا عندي 15 سنة بقى، قلت يعني اسيب من التقليد وابدا بقى يعني اعمل لي شخصية في التعليق، ولغاية دلوقتي يعني يوم ورا يوم بتدرب وان شاء الله ربنا يكرمني يعني. دخلنا نقدم في المسابقة، اني كان كابتن مدحت شلبي كان في برنامجه مساء اون تايم، فلقيته عامل مسابقة انت المعلق، ودي ما بتشوفهاش كتير قوي في مصر. فيعني انا فرحت جدا اني بقت في مسابقة بتهتم بالمواهب انت المعلق، فيعني الحمد لله عملت فيديو وبعته على طول، فحلم حياتي هو بيتحقق، بس ناقص خطوة ان شاء الله يعني ربنا يكرمني. صوتوا لي على رقم 83. منور يا عبد الوهاب. حبيبي ابو الكباتن، اخبارك ايه؟ انت عبد الوهاب قول لي بقى، مين افضل او المطرب المحبب ليك انت تحب تسمعه؟ بحب اسمع تامر حسني الصراحه. تامر حسني. وبالنسبه حسني. للمطربات شيرين. شيرين، تامر حسني وشيرين. في حاجه من القديم ولا انت غاوي بس اللي هو لا، احنا في الجديد. احنا في الجديد. لان انت 21 سنه لسه ما شاء الله عليك يعني. حبيبي يا كابتن، وانا سعيد جدا والله ان اكون موجود معاك النهارده، ده حلم بيتحقق بالنسبه لي. والكباتن الكبار الكابتن حسن المستكاوي العبقري في التحليل، ومعلقنا العالمي الكابتن محمد الكاولين القدوه، والصقر والعميد الكابتن احمد حسن، بديهم كل الاحترام والتقدير بجد يعني. حاجه انا فخور جدا وحلم من احلام حياتي بتتحقق الان يا كابتن مدحت. حبيبي يا ابو هاب، قول لي يا كابتن احمد، عشان هو دلوقتي الصقر، انت افضل لقب بالنسبه لك عميد ولا صقر ولا كابتن احمد؟ والله كل الألقاب كويسة، بس طبعا أعتقد أن الصقر هو ده اللي بالنسبة لي. اشمعنى بقى؟ أنا بحب اللقب ده لأن طلع عليا من زمان. خلاص الصقر يعني. طلع عليا من زمان. و مين أطلقه عليك؟ هو أطلقوا عليا اللقب ده في تركيا.
في تركيا. اه لان انا نادي بشكتاش هو حتى الشعار بتاعه شعار الصقر. اوكي. فهو اسمه يعني هناك بيسموه قلعه الصقور. فلما انضميت بقى فقالوا الصقر المصري وكده وبدا والصقر بالتركي يتقال ايه بقى؟ كارتال. كارتال. اه. خلاص احنا نقول له بعد كده يا عبد الوهاب يا كارتال. حبيبي ابو الكبات. يلا اتفضل يا عبد الوهاب. معلومه حلوه اللي انت قلتها. اه جدا. اتفضل. شكرا للكابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا في كل مكان عبر قناة اون تايم سبورت، محدثكم المعلق الرياضي عبد الوهاب رمضان، وانقل لكم الوصف التفصيلي المباراة الجولة الاولى وعودة للدوري المصري الممتاز، ومباراة كبيرة بين الاهلي صاحب اللقب ومصر المقصة الفريق الفيومي هنا وعلى ملعب الاهلي ويا السلام، ورحلة البحث عن ثلاث نقاط جديدة للنسخة 62 في بطولة الدوري المصري الممتاز. ادي الكرة مرة ثانية عبر السولية. يا ولد يا عمرو بيدي الكرة مرة تانية بقى، شوف يا ولد، ولكن دفاعات مصر المقصة اليوم ترجع مرة تانية عند كهربا بيعمل ايه، ولكن بيدي لشريف وادي الكرة مرة تانية وكهربا وضرب الجزاء وضرب الجزاء، هنا ابراهيم نور الدين يحسب ضرب الجزاء لمحمود كهربا، يا ولد يا كهربا، ولكن بذكاء هنا كهربا يحصل على ضرب الجزاء، ولكن الغلط من محمود حمدي على التنفيذ مين، هنشوف الكرة، ادي العادة، ادي شوف يا كهربا يا كهربا يا كهربا، علي معلول تنفيذ، علي معلول قال يسجل هدف الاول نادي الاهلي والهدف الاول في الجوله الاولى، علي معلول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هو علي معلول يسجل اول الاهداف هنا في الدوري المصري ومع النادي الاهلي، علي معلول بص كوره بالتخصص مالك ضربات الجزاء، نعم بالتخصص مالك ضربات الجزاء، على يمين الحارس محمود حمدي هنا، ادي بيتسو موسيماني كره مره ثانيه ترجع للمصري المقاصه، هل بقى مصري المقاصه كشر عن نيابه، ادي كره من ناحيه اليمين يا ولد، لكن فين فين العرضيه هنا من احمد يا ولد، لكن التصويبه بعيده والكره في النهايه تخرج ضربه مرمى، اول انذار لمصر المقاصه، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي صاحب ال 56 عام ترجع مره ثانيه، ادي الكره من محمود حمدي لا تلعب بالنار، لكن مقطوعه للنادي الاهلي بقى رحله البحث هنا على الهدف الثاني، ولكن فين ولكن فين، تغلط ولكن ترجع لدفاعات نادي مصر المقاصه امام محمد شريف وبيتسو موسيماني، يالا من مباراه رائعه، يالا من جول اول في الدقيقه 5 هنا عن طريق اللاعب علي معلول، ادي الكره وادي شوف بقى الا العرقله والمخالفه هنا للنادي الاهلي، كره مره ثانيه مصر مقصه يا ولد، بيعمل ركنيه وراسيه فين لك يا ولد، جول 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 جول، هو هو بالتخصص ومين قده يا ساده، هو مروان حمدي مهاجم نادي مصر مقصه مهاجم الفيومي يسجل الهدف التعادل لمصر مقصه، يا لا من مباراه ويا لا من شوط اول نار يسجل مصر مقصه، ادي محمد الشناوي الاخطبوط هنا، ولكن هدف الاول، واصدقائي المشاهدين انتهت المباراه فوز النادي الاهلي بالثلاثيه مقابل هدف، اترككم الى الاستوديو التحليلي سريعا والجنرال والكابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام. جميل يا عبد الوهاب استاذ حسن. لا جميل عبد الوهاب بجد يعني، وبرده مصر مليانه مواهب فعلا، صوته مش 21 سنه، صوته ناضج اكيد، الصوت ده هيتطور فعلا بمرور الوقت، برده مستمتع بالتعليق باللي انت بتعمله، ودي حاجة حلوة جدا وبكررها كتير قوي، لان اللي بيستمتع بالشغلانة بتاعته ايا كانت هينجح فيها 100%، ان شاء الله انت هتكون من المتفوقين ان شاء الله. كابتن احمد طبعا اكيد انا شايف عبد الوهاب خامة طيبة، خامة طيبة جدا وجاي بشكل كبير، اعتقد مع صغر سنه ده اسلوبه وطريقته واضح ان هو عنده ثقة في نفسه بشكل كبير جدا، هو قال في البداية ان هو من سن 15 سنة وهو بيشتغل على نفسه بالظبط، طبعا الموضوع ده كان بشكل هاوي يعني، انما طبعا اكيد لما يدخل ويتطور وياخد خبرات اعتقد هيبقى مميز، هو مميز طبعا، هو مميز صوته زي ما قال الاستاذ حسن صوت قوي، اعتقد ان قدامه مستقبل كبير ان شاء الله باذن الله. جميل كابتن كوالي. صوته قوي جدا، صغير السن 21 سنة، أصغر متسابق موجود في المجموعة النهاردة، وأن هو يكون بهذا الشكل وهذا المستوى أعتقد ده حاجة ممتازة جدا بالنسبة له. لفت النظر يا كابتن مدحت أن تقييمه في الفترة اللي قبل كده كان التقييم قليل، يعني واضح أن هو في الفترة البسيطة اللي فاتت دي طور كتير من نفسه بشكل ممتاز جدا جدا، وأعتقد أن هو عنده أفضل كمان من كده، 21 سنة هيكون لها مستقبل إن شاء الله ممتاز في التعليم بإذن الله. جميل، درجتك يا أستاذ حسن؟ تسعة. كابتن أحمد.
8:30 9:30 وانا مع الكرتال 8:30 بالتوفيق عبد الوهاب. اشكرك يا حبيبي بالتوفيق. شكرا جزيلا. ممكن يا صبحي يا ولد يا صبحي يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا صبحي. هادي على طول باسم علي يلعبها لسيف الجزيري. سيف وهجمه خطيره. جول سيف الجزيري. اول اهداف اللقاء. جول مصطفى محمد. يا مصطفى يا محمد. علي لطفي قال يكون له الكلمه العليا. علي لطفي يتصدى يا ولد يا لعيب. يتصدى علي لطفي. يلا يا عمر جول. ما احلاك انت. ما احلى اقدامك انت. ما احلى استلاماتك انت. جول. هو بالتخصص ومين قده يا ساده. هو مروان حمدي مهاجم نادي وسط المقصه. نرجو ان تكون قد استمتعتم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كده احنا خلصنا العشر معلقين النهارده بمشيئه الرحمن. عند حضراتكم فرصه من النهارده لغايه يوم الاربعاء اللي جاي تصوتوا للي انتوا شايفينه الاقدر بان يكون معلقا هنا في اون تايم سبورتس باذن الله ان شاء الله. استاذ حسن شرفت ونورت. اشكرك يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن احمد شرفت ونورت. ربنا يخليك كابتن متحب. اشكرك جدا. ربنا يخليك كابتن كواليني شرفت. ربنا يخليك كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. غدا بمشيئه الرحمن عندنا حلقه الخميس حلقه الحصاد والظواهر. بننهيها كالعادة بالمسابقة الفنية الثقافية السياحية والمعلومات العظيمة اللي عند ضيوفنا دوما بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.